السلام عليكم طلاب، محاضرة الجراحة الأولى بموضوع الإسفاجس. إحنا هاي بادي لك اللي بأول السايدة هو learning objective، شنو اللي راح يساعدنا، شنو المواضيع اللي راح ناخذها في هاي المحاضرة to understand the anatomy and the physiology of the esophagus. أوكي، يعني إحنا ما نريد نعرف الأناتومي عنا مضبوط 100%، يعني إحنا ما جينا ندرس تشريح، بس نريد نعرف مثلا الأماكن كم قسم مقسم الإسفاجس وإلى آخره. ونفس الشيء الفسيولوجي، ما نريد نعرف تفاصيل الفسيولوجي المضبوطة 100%، بس احنا نريد نعرف يعني شو نقول الأساسيات مع هذا الموضوع. تمام، شوف the clinical feature investigation and treatment of benign and malignant diseases with particular reference to the common adult disorder. يعني نركز على الأمراض بالإسفاجس، بس التركيز الأساسي على شنو؟ على الأمراض اللي هي جدا شائعة. أوكي، كسيرجيكال اناتومي، المعلومات الاساسيه مثل هي، يعني مو بس اناتومي، لا سيرجيكال اناتومي اللي هي التشريح من منظور الجراحه فقط. تمام، يقول لك هو عباره، احنا نعرف انه الاسفاجس هو عباره عن انبوب عضلي، وظيفته شنو؟ وظيفته يربط الاورال كافيتي والفارنكس بمن؟ بالستومك، يوصل الاكل اللي يبدي عمليه الهضم بالاورال كافيتي، يوصله المفروض وين؟ يوصله للستومك. فهو بالتالي هو عباره عن انبوب عضلي مجوف، حجمه 25 سنتيم، بالطول ماله 25 سنتيم. نقول لك mainly occupying، وين المكان ماله؟ احنا نعرف انه الاسفاجس يعني يتقسم الى ثلاث اقسام، جزء يكون بالسيرفايكال اريا، جزء يكون بالثوراكس، وجزء يكون بالابدومن. اغلب الاسفاجس وين موجود؟ اغلب الاسفاجس موجود بالثوراكس. تمام، mainly occupying، بالاساس occupying the posterior mediastinum and extending from، يبدي الاسفاجس البدايه مالته من فوق، من يعني نقدر نقول عليه من نهايه الفارنكس، من نهايه الفارنكس وانت جاي، يعني الفارنكس يبدي وراها الاسفاجس، الاسفاجس ينتهي بشنو؟ ينتهي بالستومك. تمام، the upper esophageal sphincter اللي هي تبدي منين؟ تبدي من the كيروكو فرانجيوس مسل. تمام، in the neck to the junction، الى ان يعني يبدا من النك، من المنطقه العنقيه، ينزل وين؟ ينزل للابدومن ويا اتحاده ويا الاستومك. تمام، the neck، بدايته بالنك to the junction، وينتهي وين؟ to the junction with the cardia of the stomach، الفتحه الفوق مالت الاستومك. تمام، الكارديا الفتحه الفؤاديه مالت الاستومك. تمام، مالت المعده. فمثل ما جاي تشوفون، هاي هنا عندك هاي الاورال كافيتي، هذا عندك الفارنكس والى اخره، نبدي من هنا، هذا شنو؟ هذا بدات عندك الاسفاجس. اوكي، عباره عن 25، تمام 25 سنتيم، هاي نبدي من هنا وانت هنا، من ال 15 لل 40 25. اوكي، 25 سنتيم، هاي هنا يتقسم الى ثلاث اقسام، يتقسم الى السيرفايكال بورشن والثوراسيك بورشن والابدومينال بورشن، ثلاث اماكن يتقسم بها على حسب الاناتومي. هل هي واضح هنا مشروح عنه؟ يقول لك التوبوغرافي اوف ذا اسفاجس، ذا اسفاجس باسز ثرو ثري كومبارتمنت، الاسفاجس يمر خلال ثلاث اماكن، يمر وين؟ خلال النك، خلال الرقبه، خلال التشست، وخلال الابدومن. هاي هنا ليش هذا التقسيم؟ لان الامراض مالت الاسفاجس تصير بهاي البورشن، واللي تصير بهاي البورشن وتصير بهاي البورشن، نسبه الخطوره بين تتراوح. يعني اذا انت يصير عندك مثلا، فرضا يصير عندك ثقب الاسفاجس ينفجر، تمام؟ خلينا نقول الاسفاجس انفجر مثلا بالابدومينال بارت، بالجزء الاسفاجس انفجر بالجزء المنطقه اللي موجوده بالبطن، هل الخطوره مثل انه الاسفاجس ينفجر بالتشست؟ لا، ليش؟ لان التشست منطقه يعني اخطر بهواي من شنو؟ اخطر من الابدومن، لان التشست انت شوف الاسفاجس شنو اقرب شيء عليه؟ اقرب شيء عليه الهارت، فبكل سهوله الاسفاجس اذا ينفجر بالتشست راح يلوث الميدستاينوم، راح يلوث الهارت، يلوث اللنج، يصير عندك يعني انفكشن واندوكاردايتس وبلورسي والى اخره، يعني يلوث، يسوي سبسس بمنطقه جدا خطره. تمام، بينما بالابدومن صحيح هو شيء ايضا خطر، بس مقارنه بالتشست، التشست اخطر بهواي، وهكذا. تمام، therefore it can be divided into cervical, thoracic and the abdominal segment. فلهذا احنا نقسم انه مثلا من تجي توصف مثلا، لقيت انت عندك abnormality مثلا بالجزء مال الاسفاجس الموجود بالثوراكس، تقول abnormality in the thoracic segment، abnormality in the abdominal segment، abnormality in the مثلا cervical segment، وهكذا. تمام،
هاي هنا السيرفايكال سيجمنت قايل لك بس من البدايه مالتها يعني كلام اناتومي هنا بس نقدر نقول يعني يعني تحقيقا بس الكلام مال انه بس ثلاث تقسيمات جدا زايد هذا الباقي يعني ما اتوقع تسالون بي بس خلينا نشوف بما انه موجود بالمنزل انتم مطلوب من عندكم. يقول لك the cervical segment منين البدايه مالته؟ يبدي من السي 6 لحد التي 1 تمام؟ من السي 6 لحد التي 1 شيء كلش قصير مو هو يعني. of the esophagus began as a continuation of the pharynx. يقول لك يعني هو من لحظه انتهاء الفارنكس وبدايه الابر اسفيجال سفنكتر تمام؟ مسافه جدا قليله هي هاي اللي يسمونها السيرفايكال سيجمنت اوف ذا اسفيجس. يقول لك المنطقه مالته لاينج بيريفيرتبرال مقارب للفقرات بين ذا ديب اند ذا ميدل سيرفايكال فاشا اند انتيريرلي اتاشت تو ذا تراكيا. من الانتيريور اسبيكت شنو المقارب عليه؟ للتراكيا تمام؟ The course of the esophagus deviates slightly to the left. شوي يصير بي ميلان باتجاه اليسار. لا أكثر ولا أقل. يعني مجرد كلام مال الأناتومي. يعني شو نقول اطلاع على أكثر ولا أقل. أوكي. مجرد يقدرون يقولون البداية مالته منين يبدي السيرفايكال سيجمنت من السي 6 للتي 1 تمام. من السيرفايكال فيرتبرا 6 لحد الثوراسيك فيرتبرا تمام 1. بينما الثوراسيك سيجمنت لا احنا راح تصير تقريبا فقراته هواي. يعني اطول جزء من الاسفاجس وين موجود؟ موجود بالثوراكس. فهو يبدا من التي 1 لحد التي 10 يبدا من التي 1 وينتهي بالتي 10 اوف ذا اسفاجس. وقلنا انا مكمل لك الاناتومي مالته ديسنت فروم ذا سوبيريور ميديستاينم تو ذا لوور بوستيريور ميديستاينم يبدا من السوبيريور لحد اللور اوكي اند تيرن سلايتلي تو ذا رايت اوف ذا سباين ويصير على يمين السباين على يمين العمود الفقري تمام. الكورس ماله تمام المجرى ماله behind the trachea from the superior mediastinum downward يصير من superior of the trachea وينزل من يعني من أعلى التراكيا ويبدي ينزل تمام. where it is attached to the left main bronchus ويكون قريب على القصبة الهوائية اليمين okay. the aortic arch which become the descending احنا نقول لك الايورتيك arch تكون قريبة عليه فبالتالي البلد سبلاي منين يحصل الثوراسيك سيجمنت مالت الاسفاجس يحصلها من الايورتيك arch اللي هي قريبة عليه اكثر ولا اقل. يقول لك the aortic arch which become the descending thoracic aorta runs on the left side of the esophagus على الجانب اليسار مال الاسفاجس عندك الثوراسيك aorta تمام. الثوراسيك aorta يصير على يسار الاسفاجس الاسفاجس ياخذ ذا بلود سبلاي من الثوراسيك ايورتا لا اكثر ولا اقل تمام. From which this portion of the esophagus directly receive its blood supply لا اكثر ولا اقل تمام. يعني معلومه اللي تحتاجه انت شنو بس منين يبدي ومثلا ممكن يسالك البلود سبلاي الثوراسيك ايورتا منين يحصل البلود سبلاي مالته تقدر تقول عليه العفو الثوراسيك سيجمنت مالت الاسفاجس منين يحصل البلود سبلاي يحصله من الثوراسيك ايورتا اللي وين موجود؟ موجود على يسار الاسفاجس تمام. الابدومينال سيجمنت ايضا جزء جدا يعني قطعه صغيره من الاسفاجس مو شيء كبير يبدي من يعني من التي 10 للتي 11 تمام حوالي سنتيم وربع الى سنتيمين ونص شيء جدا قليل اوكي. فلهذا اغلب حجم الاسفاجس وين موجود؟ موجود عندك بالثوراسيك كافيتي تمام. بس تلاحظون ان هاي الجزء الصغير من الاسفاجس اللي موجود بالابدومن اغلب الامراض مالت الاسفاجس يتصير به هنا. يعني الامراض الشائعه مثلا عندك الجاسو اسفاجيا ريفلكس ديزيز الاكاليجيا والى اخره من الامراض الشائعه مالت الاسفاجس هي تصير هنا تصير بالابدومينال ايورتا اوكي. بينما الامراض الخطيره جدا خطيره مالت الاسفاجس وين تصير؟ تصير بالثوراسيك ايورتا تمام. يقول لك التيك كونيكال كورس while running below the diaphragm تصير هي تحت القبة مالت الدايفرام okay from the esophageal hiatus to enter the cardiac part of the stomach تدخل يعني يصير اتحاد الاسفاجس ويا الستمك من الفتحة العليا مالت الستمك يسمونها الفتحة الفؤادية الفتحة الكارديك opening تمام cardiac part of the stomach. this abdominal portion lies intraperitoneal يعني هذا الجزء من الاسفاجس وين يكون؟ يكون بداخل الانترابيريتونيال كافيتي بداخل الابدومن اوكي okay. and it's surrounded by serosa coat. هاي الطبقة الوحيدة من الاسفاجس من حيث الاناتومي تكون محوطة بالسيروزا، اوكي؟ بينما الطبقات الأخرى يعني المقاطع الأخرى مالت الاسفاجس سواء الثوراسيك لو السيرفايكال ما تكون محوطة بالسيروزا، اوكي؟ هذا كلام مال يعني الاناتومي. الفسيولوجي
شنو الهدف من عند الاسفاجس؟ الاسفاجس وظيفته الاساسيه ينقل الطعام الشبه مهضوم يعني من الاورال كافيتي وين يوصل، المفروض يوصل للاستومك على مود الاستومك تكمل عمليه الهضم لا اكثر ولا اقل. شلون يؤدي؟ هو مثل ما قلنا هو عباره عن انبوب عضلي مجوف ينقل الاستومك ينقل الاكل للاستومك على شكل تقلصات يعني عشان نقول متزامنه يسمونها بيريستالتيك موفمنت، تمام؟ يعني يبدي هذا الاسفاجس اوكي يبدي تقلصات بهذا الجزء، ينزل الاكل هنا تقلص ينزل هنا تقلص ينزل هنا اوكي. يعني مو هاي العضله مالت الاسفكس مو كلها تتقلص بنفس الوقت، لان اذا كلها تتقلص بنفس الوقت الاكل ما يتحرك بمكانه، لا التقلصات مالت الاسفكس تبدي متزامنه، يتقلص الجزء الاعلى بعدين الاقل 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 الى ان يندفع الاكل وين ينزل؟ ينزل للاستومك اوكي. يقول لك the main function of the esophagus is to transfer food from the mouth to the stomach. أكيد كلام بديهي. In a coordinated fashion. بطريقة تمام متزامنة. يتقلص الجزء الأعلى بعدين الأسفل من عنده ثم الأسفل ثم الأسفل. تمام؟ يقول لك the initial movement. هاي عملية يعني عملية البلع الطعام. The swallowing process. وين تبدي؟ The swallowing process. تبدي بالmouth. بعدين تنزل الأكل وين؟ على الفارنكس. بالماوث والفارنكس عملية البلع اوكي السوالوينج بروسس عملية إرادية، تمام؟ الشخص يقدر يتحكم بيها، ممكن يقدر يتقيأ الطعام والى اخره، ولكن من جزيئات الطعام تنزل بالاسفاجس تصير عملية السوالوينج عملية البلع عملية غير إرادية يتحكم بها الاسفاجس فقط اوكي. الفيجال ستيميليشن هي اللي تتحكم بها اوكي. طبعا هاي هنا شنو ليش قسمنا هذا التقسيم؟ انه انت عمليه عندك عمليه السوالوينج، ذا سوالوينج بروسس تنقسم الى الفولنتري والانفولنتري، تنقسم الى جزء الى علاقه بالفارنكس وجزء الى علاقه بالاسفاجس. لان من راح ناخذ موضوع الديسفاجيا اللي هو تعريف الديسفاجيا difficulty in swallowing صعوبه بالبلع، يقول لك انا ما اقدر امضغ الاكل ما اقدر ابلعه اوكي. هنا هاي الديسفاجيا تنقسم الى قسمين، قسم الى علاقه بالاسفاجس مشكله بالاسفاجس، وجزء الى علاقه وين بالفارنكس الى علاقه بالفولنتري اوكي. يجيك المريض تقريبا هي نفس الشكوى، يقول لك انا بالقوه ابلع اللقمه، تقول له اوصف لي شنو معنات هاي بالقوه، يقول لك والله انا من احط الاكل بحلقي وانا ارد امضغه ما اقدر امضغه، تمام؟ اغص هنا يصير عندي مشكله، فهذا عنده difficulty بالانيشيشن اوف سوالينج، عنده صعوبه بدايه عمليه البلع. هاي ما لنا علاقه بها، هاي المشكله بالفارنكس مشكله بالاورال كافيتي، هاي مو موضوعنا هسه. بس من يجي يقول لك انا عندي ديسفاجيا انه انا اكل تمام اخذ الـ يعني اقطع الاكل باسناني والى اخر شيء وابلعه، احس الاكل بصدري هنا أنا مثلا يعني بلعومي مكلب الاكل بالاسفاجس، احس انه الاكل مكلب feeling of the food sticking in the esophagus. هذا معناته dysphagia معناته من الاسفاجس اوكي، وليس من الفارنكس او الاورال كافيتي تمام. هسه ناخذها موضوع الدسفاجيا بتفاصيل اكثر. يقول لك the initial movement from the mouth is voluntary، تمام؟ حركة إرادية. The pharyngeal phase of swallowing involves sequential contraction of the oropharyngeal musculature, closure of the nasal and respiratory passage, cessation of breathing and the opening of the upper esophageal sphincter. هسه هذا هنا تقريبا نقدر نقول عليه كله voluntary. بس من نزل الأكل بالفارنكس بالإسفاجس العفو، من ينزل الأكل بالإسفاجس كله صار هنا involuntary، بعد انت مالك علاقه ما تقدر تسيطر على اي شيء. beyond this level بعد هاي المرحله اللي هي المرحله اللي انت هضم يعني مضغت بها الطعام ونزل بالفارنكس اللسان المزمار انسد الابيجلوتس انسد تقلل التنفس مالك، كل هذا مرحله نقدر نقول عليها اراديه. من ينفتح عندنا الاسفاجس اوكي، الاسفاجس البدايه مالته بها سفنكتر تمام، والنهايه مالته بها سفنكتر. البدايه مالت هاي السفنكتر على مود شنو ينزل الاكل من الفارنكس ينزل على الاسفاجس تنسد هاي السفنكتر على مود تمنع رجوع الاكل وين ممكن يرجع على الفارنكس ومن الفارنكس ممكن يروح على الريسبيراتوري تراكت والى اخره ويسوي لنا مشاكل. فباللحظه اللي يدخل بها الاكل يعبر الابر اسفاجيال سفنكتر تمام، هنا صار انفولنتري بارت اوف ذا سوالينج بروسس تمام. Beyond this level, swallowing is involuntary. صار فعل غير إرادي. هو البريستالتيك موفمنت التقلصات هاي اللا إرادية مالت الإسفاجس هي اللي راح تدفع الأكل باتجاه الاستومك تمام؟
يقول لك the upper esophageal sphincter اللي هي العضلة القابضة اللي موجودة بالجزء العلوي من شنو؟ من الاسفاجس، وظيفتها انها من ينزل الاكل تنسد، من ينزل الاكل بالاسفاجس تنسد على مود تمنع رجوع الاكل باتجاه منه؟ باتجاه الفارنكس، اللي هو بعدين اذا رجعت باتجاه الفارنكس ممكن احنا نعرف انه الفارنكس يربط الجي اي تي سيستم، الجي اي تي تراك والريسبيراتوري تراك، ثنتهم مرتبطان. الحاجز الوحيد هو لسان المزمار الابيجلوس، فبالتالي اذا ترجع هاي يرجع جزيئات الاكل ممكن بكل سهوله يروح للريسبيراتوري تراك، واكيد الاكل من يدخل بالريسبيراتوري تراك مو مثل من يدخل بالجي اي تي. الجي اي تي هي اصلا كونتامينيتد، هي اصلا بيها بكتيريا والى اخره، فعادي حتى اذا اكل اكل بيه بكتيريا عادي تتحمل الجي اي تي، بس تخيلون هاي البكتيريا الموجوده بجزيئات الاكل ممكن تدخل بالريسبيراتوري تراك؟ لا، اكيد راح يصير انت عندك نيمونيا والى اخره. فالابر اسفيجال سفنكتر لها جزء، لها يعني وظيفه جدا مهمه انها تمنع رجوع الاكل الباكورد ريجرجيتيشن اوف الفود انتو ذا فارنكس اند ريسبيراتوري تراك، جدا مهمة. تمام، يقول لك الأبر إسفاجيال سفنكتر is normally closed at rest and serve as a protective mechanism against regurgitation، تمنع ارتجاع الأطعمة تمام من الإسفاجيال على الفارنكس، of the esophageal content into the respiratory passage. يعني respiratory passage ليش؟ يعني احنا راح نرجع على الفارنكس، ومن الفارنكس وين يروح؟ يروح على الريسبيراتوري تراكت. اوكي، ايضا يقول لك الابر اسفاجيال سفنكتر تمنع نزول الهواء الاير ينزل على الاسفاكس، يعني هذا يعني تجمع الهواء ممكن شنو يؤدي؟ يؤدي الى انتفاخ بالبطن وبلوتينج والى اخره، مشاكل يعني ما يعني مزعجه، فبالتالي الابر اسفاجيال سفنكتر تمنع هذا الامر. اوكي، to also serve to stop air الهواء entering the esophagus other than the small amount that enter during swallowing. هاي بالنسبة للأفر إسفاجيال سفنكتر. اللور إسفاجيال سفنكتر لا، هاي تنفتح، شنو وظيفتها؟ تنفتح من يجي الأكل يوصل يمها، ينزل الأكل من خلالها يروح للستومك وراها تنسد. هاي هنا القوة مالتها مال يعني يقول لك من السفنكتر الأقوى؟ السفنكتر الأقوى اللي هي مال الستومك لو مال اللور إسفاجيال سفنكتر لو الأفر إسفاجيال سفنكتر، يعني مثل ما اتفقنا هذا الإسفاجس، هنا عندك سفنكتر اللي فوق وعندك سفنكتر اللي جوا، من العضله الاقوى؟ العضله مال اللور اسفاجيال سفنكتر لو الابر اسفاجيال سفنكتر؟ اكيد اللور اسفاجيال سفنكتر من حيث القوه لازم تكون اقوى بهواي من الابر اسفاجيال سفنكتر. ليش؟ لان الابر اسفاجيال سفنكتر يعني الاكشن مالها صحيح هي وظيفتها جدا مهمه، بس بنفس الوقت هو الاكل يعني حتى اذا ما تسوي له شيء هو راح ينزل بتاثير الجاذبيه. تمام، بينما اللور اسفاجيال سفنكتر يعني انت شنو عندك؟ عندك جوال الستومك، عندك جوال الستومك، الستومك تتقلص ايضا بقوه. زين، اذا الستومك تتقلص بقوه وانت عندك هنا فوق هاي العضله، العضله مال اللور اسفاجيال سفنكتر ضعيفه، وعندك الستومك تتقلص بقوه، شنو يصير؟ كل سهوله الاكل يرجع لي فوق، ومن يرجع هنا الاكل ما راح يرجع بس الاكل، راح يرجع الاكل زائد العصاره مالت المعده اللي هي HCL، فبالتالي الاسفاجس راح يحترق. تمام، يصير بي دامج، يصير عندك جاسترو اسفاجيال ريفلكس ديزيز، فبالتالي اللور اسفاجيال سفنكتر لازم القوه مالته تكون اقوى بهواه من الابر اسفاجيال سفنكتر، لازم تتقلص بقوه اكثر على مود تمنع ارتجاع الاكل زائد احماض المعده اللي هي جدا خطره. اوكي، هاي يعني تقريبا اغلب الفسيولوجي مالت الاسفاجس. The lower esophageal sphincter is a zone of relatively high pressure. الضغط باللور اسفاجيال سفنكتر كلش عالي، عضلة تتقلص بكل قوتها. That prevent the gastric content اللي هي عبارة عن جزيئات أكل زائد HCL from reflexing into the lower esophagus. يعني إذا ترجع على اللور اسفاجيال ارتجاع السوائل على الاسفاجس راح تأذي الاسفاجس، وطبعا هاي انت السوائل راح ترجع مو مره ولا مرتين، كل ما تاكل راح ترجع السوائل على الاسفاجس، الاسفاجس يتأذى مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه، كل مره يصير بيها دامج اند ريبير، دامج اند ريبير، دامج اند ريبير. بالبدايه شنو يصير بالاسفاجس؟ يتحول يصير بيه ميتابليشيا، ورا فتره يصير بيه نيوبليشيا، ممكن انت بكل سهوله يصير عندك جاستريك، يصير عندك اسفاجيال كانسر بسبب هذا الموضوع. اذا اللور اسفاجيال سفنكتر ما تشتغل مضبوط ممكن تنتهي انت بسرطان. تمام، ممكن المريض ينتهي بسرطان. تمام، غير البين، غير الالم اللي يجي، غير الالم اللي يجي من ارتجاع السوائل مالت المعده على الاسفاجس، لان الاسفاجس راح يحترق بالاتش سي ال، الاسفاجس ما يتحمل هاي الاتش سي ال. اوكي، غير الالم ممكن يدخل بكانسر. تمام،
احنا انا عندك التقلص ايضا سنب عن احنا موضوع يعني الفسيولوجي، التقلصات اللي تصير انت عندك بالاسفاجس. عندنا 3 types of contraction. اول شيء اول نوع من الكونتراكشن يسمونه البرايمري كونتراكشن، اللي هو هذا الكونتراكشن اللي يصير باللحظه اللي الاكل ينزل بها من الفاركس على الاسفاجس، تمام؟ اول عمليه تقلص تصير البرايمري كونتراكشن. يقول لك this coordinated esophageal wave that follow a conscious swallow، يعني من تبلع انت الاكل، من يعبر الاكل انت استوك مضغته ينزل بالفاركس وينزل على الاسفاجس، التقلصات تصير بالاسفاجس يسمونها البرايمري كونتراكشن. يعني وراء عمليه البلع عندك برايمري كونتراكشن، تمام؟ it is under vagal stimulation، تكون عباره عن control. Also there are specific neurotransmitter that control the lower esophageal sphincter، تمام؟ بعدين عندنا غير البرايمري، البرايمري هي عباره عن شنو قلنا، مصاحبه ويا عمليه البلع. السكندري لا، ما له علاقه بعمليه البلع. اكو جزيئات كبيره مال الطعام ما مشت، جزيء مال طعام كبير ظل مكلب بالاسفاجس، شو هنا راح يسوي الاسفاجس؟ انت هنا بعدك ما يعني ما بلعت شيء، ما سويت عمليه بلع جديده، لا، بعد الاكل القديم مكلب بهذا المكان، جزيء كبير من الجزيئه نسبيه كبيره من الطعام موجوده بالاسفاجس مكلبه، شو راح يسوي الاسفاجس؟ راح يسوي تقلصات ثانويه على مود ينزل هذه الجزيئات مالت الاكل الكبيره المحشوره بالاسفاجس، تمام؟ هذا السكندري. التيرشري بالعكس، اكو جزيئات كلش صغيره، شلون نقول التاشري مال تنظيف، الجزيئات الصغيره اللي باقيه بالاسفاجس تبدا التقلصات مال الاسفاجس على مود تنزلها، اوكي؟ يعني هاي التاشري تكاد تكون لا تذكر، انت عندك التقلصات برايمري وسكندري، تمام؟ قال لك انا السكندري بريستالسيس is the normal reflex response to a stubborn. stubborn يعني شيء معاند، جزيئات طعام مكلبه، تمام؟ stubborn food bolus، جزيئات طعام مكلبه بالاسفاجس، تمام؟ or reflex material، او مواد صار بها ارتجاع، تمام؟ اكل يعني تقلص الاسفاجس بس الجزيئات الاكل ما نزلت لي جوا، اوكي؟ ظلت بمكانها، ممكن ترجع، بس ترجع إذا عندك تقلصات ثانويه على مود تنزلها، تمام؟ by a contraction that is not preceded by a conscious swallow. مالك يعني انت ما بديت عمليه بلع جديده على مود عندك تقلصات، لا، بعدك بالعمليه القديمه، اوكي؟ بعدها اكو جزيئات ستبرن، جزيئات عنيده مال الطعام مكلبه، فانت لازم شنو تسوي؟ تسوي تقلصات جديده، تسوي سكندري بريستالسيس. اما التيرشري فهي عباره عن تقلصات جدا طفيفه لا تذكر، تمام؟ على مود شلون نقول مال تنظيف، يعني تنظف الاسفكس، تنظف الباقي اللي موجود. are non-peristaltic waves that are infrequent، يعني جدا قليلة تصير. during laboratory based monometry، يعني هذا التحليل عمود يشوف التقلص أيضا يكون جدا قليلة، يعني التحليل نوع من أنواع التحاليل عمود يشوف التقلصات مالت الإسفاجس يخليه 24 ساعة ويشوف بس 10% من التقلصات هي تكون هاي التيرشري، أوكي؟ also readily detected if monometry is undertaken while the patient eats a meal. بس من الشخص ياكل قلنا راح تبقى اكو هاي البقايا القليله لازم الاسفاجس ينظف نفسه بيها، اوكي؟ هذا كله كلام مال فيستاجي، كلام جدا عادي، يعني ما حد راح يسالك انه شنو البرايمري او السكندري والتيرشري، تمام؟ بس تخلي ببالك البرايمري هي التقلصات اللي مصاحبه لعمليه البلع، السكندري تقلصات ما لها علاقه بالبلع، هي التقلصات للتخلص من بقايا الطعام الصعبه اللي مكلبه بالاسفاجس، تمام؟ التيرشري لا، يعني شو تقول اشياء جدا قليله باقيه، يصير تقلصات يعني جدا طفيفه، اوكي بي؟ وهكذا. هاي هنا انا قايل لك الاسفاجس is the narrowest region of the alimentary tract. احنا نعرف انه الجهاز الهضمي يتكون يبدا يعني من الاورال كافيتي الى ان ينتهي بالركتال كافيتي والانس، اوكي؟ اضيق منطقه، تمام؟ المنطقه with the least diameter هو الاسفاجس، تمام؟ فلهذا اذا شخص مثلا بلع شيء غريب، طفل مثلا، الفورين بودي بالغالب وين ينحشر؟ هل بالغالب راح ينحشر بالاستومك؟ غالبا راح ينحشر بالانتستين؟ لا، غالبا وين ينحشر؟ غالبا ينحشر بالاسفاجس، لان هي يعني اضيق منطقه بالجاسترو انتستينال تراكت. هذا الاسفاجس باماكن، تمام؟ اكو اماكن هي من جهه ضيقه، تمام؟ يعني فوق ما هو الاسفاجس اصلا نارو، اكو اماكن صاير بها انحناءات، تمام؟ هي اصلا صايره متضيقه هاي الاماكن، فبالتالي غالبيه الاماكن اللي تنحشر بها هاي الفوريوم بادي تكون بهاي الاماكن الضيقه بالاسفاجس، تمام؟ اللي هو يقول لك بالبدايه اول يعني عندك مكان يعني يصير بها التضيق
الابر اسفيجال سفنكتر واللور اسفيجال سفنكتر، لازم هنا تكون هاي المنطقه متضيقه، يعني مثل ما عرفنا شنو الفائده من عندها، بالاضافه الى هاي المنطقه اللي قريبه على الايورتيك ارتش. تمام، هذين الاماكن يسبيها انه الايورتا بيصير مثل الديفيشن، مثل الانحناء، فبالتالي اذا يدخل جزيئات طعام او مثلا جسم غريب بالغالب وين يردون ينحشرون يا اما هنا بهاي المنطقه يا اما بهاي المنطقه يا اما بهاي المنطقه. تمام، نقول لك الاسفاجس is the narrowest region of the alimentary tract. الاسفاجس هو المنطقة ذات أقل قطر بالجهاز الهضمي. تمام، من ما عدا طبعا من ما عدا الأبندكس، من ما عدا الأبندكس ولا باقي الأشياء كلها هو الاسفاجس يعني نقدر نقول عليه بالمرتبة الثانية بالجي آي تي، بس الأبندكس أضيق من عنده. أوكي، during its course it has three indentation. indentation يعني مثل الانخسافات او الانحناءات نقدر نقول عليها. تمام، بالبدايه مالته بالابر اسفاجيال سفنكتر وباللور اسفاجيال سفنكتر، وين بعد عندنا بالايورتيك ارتش. تمام، بالايورتيك ارتش احنا ذني الثلاث اماكن اللي بين هاي الانحناءات الاندنتيشن هاي الخسفات. تمام، شنو عندك السيمبتومز اوف الاسفاجيال ديزيز، الاعراض مال الامراض اللي تصير بالاسفاجس. اشهر الاعراض الديسفاجيا، الديسفاجيا مثل ما قلنا هي عبارة عن difficulty in swallowing. يجيك المريض يقول لك والله أنا الدكتور بالقوة أبلع الأكل. تمام، هنا أنت راح تريد تعرف إن هاي الديسفاجيا هل هي pharyngeal type لو esophageal type، هل هي من النوع اللي هو يقول لك أنا والله دكتور بس أخلي اللقبة بحلقي أغص. تمام، يعني معناته ما يقدر يمضغ الأكل، ما يقدر يبلع، cannot initiate the swallowing process. هاي معناته موضوع مو موضوعنا، هاي موضوع غيره، هاي معناته pharyngeal esophagia dysphagia عفوا. بينما اذا اقول لك انا والله امضغ الاكل وابلعه بس والله ما ابلع الاكل، احس الاكل يتشلب بصدري هنا. تمام، ابلعه من احس الاكل متشلب، هاي معناته هاي الحكايه مال الاكل يتشلب food sticking in the esophagus، هاي كاركترستيك معناته انت عندك المشكله وين بالاسفاجس. اوكي، ليش الاكل ما جاي ينزل من الاسفاجس؟ احنا مثل ما عرفنا انه الاسفاجس عباره عن تقلصات متزامنه. شنو السبب انه الاكل ما جاي ينزل بالاسفاجس؟ ممكن يكون المشكله بالاعصاب، احنا مثل ما قلنا عمليه هاي التقلصات تعتمد على الاعصاب على الفيجل نيرف، عندك مشكله بالاعصاب. تمام، عندك مشكله بالاعصاب، يعني هاي المشكله بالاعصاب ممكن تكون سنترال او ممكن تكون بريفرال، ممكن تكون من السنترال نيرفس سيستم، شخص عنده ستروك. تمام، شخص عنده جلطه دماغيه، هاي الجلطه الدماغيه دمرت النيرفس، دمرت النيورون المسؤول عن عملية البلع، عن الانرفيشن مالت الاسفاجس. تمام، او ممكن تكون الاعصاب مو بالسنتر، ممكن تكون بالبريفرال، شخص عنده مثلا دايابيتس، عنده سكر وهذا السكر سوى بريفرال نيوروباثي، دمر من ضمنها الاعصاب الموجوده بالاسفاجس. تمام، دمر النيرف فايبر الموجوده عندك بالاسفاجس. تمام، زين، ممكن تكون المشكله مو بالاعصاب، ممكن تكون المشكله بالعضلات، العضلات مالت الاسفاجس حتى اذا تجي الاعصاب النيرف تنطيها اعاز هي العضلات بها مشكله، قد يكون الشخص مثلا عنده الجيان بيري سيندروم، قد يكون عنده اي مشكله انه عنده العضلات مالته ضعيفه. تمام، ممكن يكون عنده مشكله بالنيورو ماسكولار جنكشن، ممكن يكون عنده مشكله بالنيورو ماسكولار جنكشن مثلا بحاله المايستينيا جرافيس. تمام، ممكن يكون عنده لا مشكله بالعضلات ولا عنده مشكله بالنيرف، ممكن يكون الاسفاجس اللومن ماله مسدود، يعني قد يكون اكو تيومر. تمام، هذا الاسفاجس اكو تيومر من برا، شنو جاي يسوي هنا؟ جاي يضغط على الاسفاجس، فبالتالي اللومن مال الاسفاجس يكون صغير، يجي الاكل يتشلب هنا ما يقدر ينزل لان هذا التيومر ضغط على هاي المنطقه، فبالتالي الاكل ما يقدر ينزل. اوكي، عده اسباب، ممكن يكون هاي المنطقة هنا مثل المحروقة صاير بيها ستريكتشر. اوكي، وهكذا عدة اسباب، المهم انه الاكل ما جاي يقدر ينزل من الاسفاجس. تمام، وهكذا هاي نسميها اسفاجيال ديسفاجيا، يوصف لك اياها المريض يقول لك والله انا احس الاكل يتشلب بصدري. تمام، ديسفاجيا is used to describe difficulty with swallowing when there is a problem with the swallowing in the voluntary. إذا كانت ال voluntary phase والoral or pharyngeal اللي هو يقول لك المريض أنا ما أقدر أبلع الأكل، يعني ما he cannot initiate the process of swallowing، هاي ما لنا علاقة بيها، هاي لها أسباب مختلفة. هسا إحنا جاي نحكي عن الإسفاجس. تمام،
اللي هو يقول لك الاكل انا ابلع اللقمه بس بعدين حسم كلبه بصدري. Patient will usually say that they cannot swallow probably. هاي وين؟ هاي بحاله اذا كانت pharyngeal dysphagia مو موضوعنا. احنا موضوعنا شنو؟ but they do not characteristically describe food sticking. يقول لك هاي فود انه هو الاكل يتشلب. Food sticking inside the chest معناته عندك انت مشكله وين؟ بالاسفاجس. بالاسفاجيال ديسفاجيا. تمام؟ يعني هو ما متعمق لكم بالتفاصيل بس هو هذا الكلام اللي حكيناه. فرقنا بين الاسفاجيال ديسفاجيا وبين الفرنجيال ديسفاجيا. الفرنجيال ديسفاجيا يقول لك انا ما اقدر ابلع الاكل، يعني مباشره بس احط الاكل بحلقي قبل اغص. هاي المشكله وين؟ بالفرنكس. المشكله بالاورال كافيتي. تمام؟ بينما اذا قلت لا انا عادي امضغ الاكل وابلع الاكل بس ورا ما ينبلع الاكل احس مكلب بصدري. من يقول لك مكلب بصدر من صدره معناته شنو المشكله؟ المشكله بالاسفاجس. تمام؟ المشكله بالاسفاجس. وحكينا بعض الاسباب، قلنا ممكن تكون المشكله بالاعصاب، وممكن الاعصاب ممكن تكون بالسي ان اس بالسنترال نيرف سيستم او بالبريفرال نيرف سيستم. ممكن تكون المشكله وين؟ بالمصل، ممكن تكون بالنيورو ماسكولار جنكشن، ممكن تكون انت عندك تيومر وهكذا. تمام؟ الاودينوفاجيا painful swallowing process. ذيش كان feeling that شنو difficulty with swallowing، صعوبة بعملية البلع. تمام؟ والصعوبة ممكن تكون عدة، يعني اللي هذا الحكي اللي حكيناه انه يا اما ما يقدر يبلع الاكل او لا من يبلع الاكل يتشلب. تمام؟ بينما هنا لا، يقول لك انا من اكل الاكل احس الم جدا شديد يصير عندي. تمام؟ احس الاكل من ينزل شلون يقول صدري يتقطع. تمام؟ هاي يسمونها اودينوفاجيا painful. Pain on a swallowing. Painful swallowing process. تمام؟ هاي هنا بالغالب ليش؟ لأن المريض عنده مثلا اسفاجيتس، عنده التهاب بالاسفاجس، ينزل الاكل على الاسفاجس اللي اصلا ملتهب راح يهيجه بالزايد، فيصير انت عندك pain during swallowing. او انه مريض عنده مشكله باللور اسفاجيال سفنكتر، فكل ما ياكل راح تزداد العصاره مالت المعده ويزداد الضغط بالمعده، يصير ارتجاع مالت السوائل مالت المعده على الاسفاجس، فكل ما ياكل كل ما يصير عنده painful swallowing process وهكذا. تمام؟ قايل لك اسفاجيتس التهاب بالاسفاجس، often feel retrosternal discomfort، يصير عنده حرقه يعني chest pain، يصير عنده مثل الم بالصدر. تمام؟ second of swallowing hot beverages، بعد شرب سوائل حاره. تمام؟ سواء الحامضة يعني الستلس المواد الحامضة. تمام؟ الكحول وإلى آخره. Odynophagia is also a feature of infective esophagitis. يعني الاسفاجيتس ممكن يكون inflammatory أو ممكن يكون infection، عندك مثلا فيروس viral infection، عندك parasitic infection وإلى آخره. تمام؟ أيضا بحالة الكيميكال injury مثل ما قلنا ممكن يكون هذا الاسفاجس محترق، سواء مثلا طفل يعني شارب مادة كيميائية قاعدية أو حامضية ومحارقة الإسفاجس، الإسفاجس كله متجرح. تمام؟ فبالتالي كل ما يأكل راح يصير عنده ألم وهكذا. عندك هنا أيضا مصطلح جسح، نحكينا عن الديسفاجيا والأودوريفاجيا، نجي على مصطلحات أخرى اللي هو الريجرجيتيشن والريفلكس. طبعا هو أغلبية الكتب يعني متبادل الموضوع، يقول لك انه الريجرجيتيشن والريفلكس الغالبيه متساوين بالاستخدام، بس هو بالحقيقه اكو اختلاف. الريجرجيتيشن هو ارتجاع جزيئات الاكل. تمام؟ او السوائل بسبب انه انت شنو عندك؟ اي سبب من ما عدا مشاكل اللور اسفاجيال سفنكتر. اي الاسباب اللي تؤدي الى ارتجاع جزيئات الطعام او الاحماض مالت المعده بالاسفاجس من ما عدا مشاكل اللور اسفاجيال سفنكتر، هاي شنو نسميها؟ نسميها ريجرجيتيشن. ولكن اذا كان سبب الارتجاع مالت الاطعمه او الجزيئات او الاتش سي ال بسبب مشاكل اللور اسفاجيال سفنكتر نسميها ريفلكس. تمام؟ يعني هنا نقول لك الريجرجيتيشن اند الريفلكس ار اوفن يوزد سايمتينيسلي، يعني سينونيمسلي يعني بشكل متبادل، بس يقول لك it is helpful to differentiate، ولكن الأفضل أنك تتفرق بيناتهم. شلون تفرق بيناتهم؟ although it is not always possible regurgitation should strictly refer to، من نقول صار عنده regurgitation of gastric content معناته شنو؟ معناته صار أكو شيء اللور اسفاجيال سفنكتر ما بيها شيء شغالة 100% بس صار عنده ارتجاع لأي سبب من الأسباب
ما لنا علاقة. لأي سبب من الأسباب صار عنده ارتجاع مال جزء الجاستريك كونتنت، بس اللور اسفاجيال سفنكتر تشتغل، هذا نسميه ريجارجيتيشن. ولكن إذا صار عنده ارتجاع مال سوائل المعدة على الاسفاجس وكانت اللور اسفاجيال سفنكتر هي المشكلة، هي اللي ما تشتغل، نسميه ريفلكس. تمام؟ يقول لك regurgitation should strictly refer to the return of the esophageal content from above a functional or a mechanical obstruction. يعني معناته اللور اسفاجيال سفنكتر ما لها علاقة، شغالة. تمام؟ بينما الreflex is the passive return of the gastroduodenal content to the mouth as part of the symptomology of the gastroesophageal reflex disease. الجرد. تمام؟ يعني بالغالب، بس بالحقيقة يعني هذا التفاصيل مو مهمة. اوكي، يعني ما تفرق اذا انت قلت ريجارجيتيشن اور ريفلكسز، يعني ماكو ذاك الفرق. اوكي، بس خلي انت هذا ببالكم. يعني اذا اريد نقول جيرد جاسترو اسفاجيال ريفلكس ديزيز نقول وياها ريفلكس، اي شيء ثاني غير هذا المرض شنو نقول عليه؟ نقول عليه ريجارجيتيشن. اوكي، وهكذا. ايضا من الاعراض مالت الاسفاجيال ديزيزز ممكن يصير انت عندك تشست بين، ممكن يصير عندك تشست بين. والتشست بين يعني مثل ما تعرفون التشست بين الى عده اسباب. التشست بين ممكن يكون كاردياك كوزس، ممكن يكون ريسبيراتوري كوزس، ممكن يكون جي اي تي كوزس اللي هو من الاسفاجس. الاسفاجيال يعني الجي اي تي كوزس مالت البين هو بالغالب من الاسفاجس. اوكي، فبالتالي يجيك المريض عنده تشست بين بسبب الاسفاجيتس مثلا، بسبب الجاسو اسفاجيال ريفلكس ديزيز والى اخره. تمام؟ بالغالب هذا التشست بين شنو يكون له علاقه؟ ان ريليشن شيب تو فود. اوكي، ان ريليشن شيب تو فود اند بوزيشن. تمام؟ يقول لك التشست بين سيميلر ان كاركتر تو انجينا، يشبه الانجينا، انجينا بيكتوريس، ماي ارايز فروم الاسفاجيال كوزز، خصوصا اذا يصير مثلا انت عندك اسفاجيتس، جاسو اسفاجيال ريفلكس ديزيز. نعم، ممكن يجيك المريض عنده اعراض مثل اعراض الانجينا، مثل اعراض الانجينا. بس شنو اللي فرق لك انه هاي انجينا وهاي الجاسو هاي امراض مات الجي اي تي؟ الانجينا منين تجي؟ الانجينا تجي من الاثيروسكلروسس، فانت ابحثت عن الريسك فاكتور مال الاثيروسكلروسس. هل هذا الشخص عنده الريسك فاكتور مال الاثيروسكلروسس؟ اذا عنده هذا معناته عنده انجينا، اذا ما عنده الريسك فاكتور مال الاثيروسكلروسس اذا بالغالب هذا التشست بين منين جاي؟ نقدر نقول عليه مثلا جاي من الاسفاجيتس، ممكن من الجاسو اسفاجير ريفلكس ديزيز، وهكذا. تمام؟ especially the gastroesophageal reflux disease and the motility disorder. تمام؟ يقول لك the exercise induced chest pain can be due to reflux أيضا. تمام؟ وهكذا. هسه بعد أن حكينا عن الأعراض symptoms اللي تصير عندنا بسبب الأمراض مالت الإسفاجس اللي هي dysphagia, odynophagia, chest pain وإلى آخره، راح نحكي عن الانفستيجيشن اللي ممكن نسويها على مدة تفيدنا بتشخيص أمراض الإسفاجس. أولاً عندك اللي هو الراديوغراف. تمام؟ الأشعة، الأشعة، الطرق الأشعة نستخدمها بتشخيص أمراض الإسفاجس. تمام؟ الأشعة نستخدمها بتشخيص أمراض الإسفاجس تكون مو بس أشعة، يعني مو تيجي تأخذ بس إكس راي وفقط. يعني مثل ما تشوفون الإكس راي، يعني ال الأشعة الإكس راي وظيفتها بالأساس يعني يبين لك إنه تجمع فلويد، تجمع هواء، او العظام، هاي جدا واضحه بيها. بس مثلا عندك الاسفاجس عباره عن تجويف عضلي. تمام؟ ما بهاي يعني هاي الاكس راي ما يفيد ببعض. فبالتالي على مود نستفاد من الاكس راي شنو نسوي؟ بما انه هو الاسفاجس عباره عن تجويف عضلي، اوكي، شنو نقدر نسوي؟ نقدر نخلي المريض يبلع، تمام، صبغه مشعه. هاي الصبغه المشعه شنو راح تسوي؟ راح تملي الاسوفاجس كله. اوكي، من ملت الاسوفاجس نجي ناخذ، بما ان هاي الصبغه مشعه يعني تبين بالاكس راي، نجي ناخذ ورا ما نطي الصبغه نجي ناخذ اكس راي، راح يبين لنا الاسوفاجس وبي شنو؟ وبي هاي الصبغه. يعني لو هذا الاسوفاجس الطبيعي كان الصبغه مشت من فوق، تمام، لحد النهايه. زين، اذا انت عندك الاسوفاجس لا، مثلا صاير بي انسداد هنا، هذا اكو تيومر وضغط على هاي المنطقه، تجي تلقى الصبغه شنو صاير بيها؟ الصبغه متركزه بس هنا، جوا كل شيء ماكو. فلهذا احنا قدرنا نشخص امراض الاسوفاجس عن طريق صبغه زائد اشعه. اوكي، يسمونها الكونتراست، كونتراست يعني الصبغه، كونتراست راديوغراف. تمام؟ اشعه وياها الصبغه، يعني اذا هاي الصوره شوفوا
هذا الاسفاجس ولو الصوره مو كلش واضحه، هاي هذا اللون الابيض، هذا اللون الابيض، هاي الماده المشقه، هذا اللون الابيض، هاي الماده المشقه، يسمونها الباريوم، ماده الباريوم ماده مشقه تبين بالاكس راي. اوكي، فهاي اول انفستيجيشن ممكن نستخدمه بتشخيص امراض الاسفاجس. يقول لك الكونتراست راديوغراف has been somewhat overshadowed by an endoscope but remain a useful investigation for demonstrating narrowing. يقول لك انه صحيح انه يعني هاي الصبغه تفيد، بس يعني غالبيه المرات انه من يجيك مريض ممكن تنطي انت الصبغه، بس الافضل من عند هسه يعني ومتوفر بسهوله مضاعفات اقل، اللي هو انت عندك الناظور، تدخل بناظور وتشوف، يعني اللي راح تشوفه بالناظور نفس اللي تشوفه بالصبغه، ماكو بيفرق. اوكي، ثلاثه يعطون نفس النتيجه. فيقول لك مع العلم انه ايضا يعني الصبغه والاشعه فعاله الى حد ما، بس استخدامها قل بسبب الناظور الاندوسكوب. اوكي، بس اذا نفرض انت ما عندك ناظور بالمستشفى، عندك بس الصبغه، شنو تقدر تستفاد من عنده؟ تستفاد اذا عندك ناروينج، اذا عندك تضيق، مثل هنا عندك هذا، هنا اكو تيومر ضغط على الاسفاجس يسوي بي ناروينج، سبيس اكيوباينج ليجن. اوكي، يعني الناروينج مو شرط تيومر، الناروينج ممكن يكون بسبب انه عندك ستركتشر، تمام، ممكن يعني عضو من الاعضاء القريبه مثلا الهارت يتضخم، شخص عنده ضغط. اوكي، شخص عنده هايبرتنشن، الهايبرتنشن ادى الى حدوث شنو؟ كارديو ميجالي، تضخم بعضله القلب. زين، الهارت بالميدستاينا والاسفاجس ايضا بالميدستاينا، ممكن الهارت من يتضخم كل سوره شنو يسوي؟ يضغط على الاسفاجس، تمام. هنا السبيس اوكيوباينج ليجن قصد انه تيومر، هو التيومر سبيس اوكيوباينج ليجن، ليجن اللي هو التيومر ماخذ مجال، ضغط على الاسفاجس، تمام. اناتوميكال ديستورشن، ايضا نشوف اناتوميكال ديستورشن، اذا مثلا الاسفاجس محترق بسبب عندك ارتجاع السوائل مالت المعده الاتش سي ال، ممكن الاسفاجس يحترق يصير به تقرحات ونزيف والى اخره. اور اب نورمال موتيليتي، الموتيليتي التقلصات مالت الاسفاجس مو مضبوطه، تقلصات مو مضبوطه، تلقى مكان الاسفاجس كلش متقلص فيه، تمام، فبالتالي الصبغه متجمعه بهذا المكان، تمام، او تيجي تنطي الصبغه، الصبغه تنزل مباشره، اي تقلصات ما بين الاسفاجس. اوكي، وهكذا. بس طبعا بموضوع الموتيليتي مو هالقد اساسي، يعني ما حد يستخدمه بموضوع الموتيليتي، الحركه مو جيد، اكو طرق افضل من استخدام الكونتراست راديوغراف. اوكي، فهذا هنا مثل ما تشوفون هاي الباريوم اسفاجس، تمام، اسفاجوغرام يعني عباره عن اكس راي للاسفاجس، تمام. هاي هنا باللون الابيض هاي الصبغه، شوفوا هسه مثلا هاي الصبغه هنا من نازله، هذا هنا صاير مكان مثل متضيق، نازله هنا شوي اقل. اوكي، وهكذا، هسه نلقى الصور اوضح وتشوفون. هاي مثلا هنا هاي الصوره جدا واضحه، شوفوا هاي الصوره، هسه هذا اذا طبعوا له بعد هذا اكس راي، تمام، هذا البلون الابيض عباره عن صبغه، هاي الكونتراست بيجمنت عباره عن صبغه اللي هي الباريوم، ماده مشعه تبين بالاكس راي. اوكي، شوفوا نازله الماده المشعه وين واقفه؟ متوقف هنا، ما نازل اي شيء جوا، حتى من نازل اكو شيء نازل شيء قليل، خط هنا نازل، ليش؟ اكو معناته انت عندك مشكله بهاي المنطقه، هاي المنطقه بها مشكله. اوكي، هاي المنطقه بها مشكله. اوكي، هاي ايضا صوره ثانيه، الصبغه نازله واصله لهنا، صاير اكو ناروينج، صاير تنزل اقل اقل واقل، وهكذا، تمام. فمعناته هاي المنطقه شنو بيها؟ بيها ابنورماليتي، تمام، بيها مشكله. التحليل الثاني عندنا الاندوسكوب، تمام، اللي هو الناظور، اللي هو تقريبا من اشهر الطرق مالت الدايجنوز الانفستيجيشن ان الجي اي تي بشكل عام، مو بس الاسفاجس، لان هو يسمونه اسوفاجيو جاسترو ديدينو جرام، تمام، يعني الناظور هذا اللي يستخدمونه يختصرونه او جي دي، مختصر ماله اسوفاجيو جاستريك ديدينو جرام، تمام، ديدينوسكوبي العفو، يعني ناظور يستخدم على ذني الاماكن كلها، واكو ناظور لا عن طريق السيجمويد والريكتوسكوب والى اخره، فتقريبا الجي اي تي كلها ممكن تشوف عن طريق الناظور، اللي هو الناظور الاندوسكوب عباره عن شنو؟ عباره عن انبوب، تمام، تتحكم به مثل الريموت، مثل الريموت هاي مال الالعاب مال السياره والى اخره، تدخله بجسم المريض على حسب انت توصل للابر جي اي تي او باللور جي اي تي، الفتحه تختلف يا اما من الماوث يا اما من الريكتال كافيتي، المهم. وبنهايه هذا الانبوب اكو كاميرا، تمام، كاميرا وفلاش، هذا الضوء على مود يصور المنطق لا اكثر ولا اقل، تصور المنطق تشوف
شنو المشكلة اللي موجودة، تمام؟ يعني يصور لك الداخل مال الالمنتري تراكت، الداخل مال الجاسون انتستينال تراكت، تمام؟ يعني شنو يصور؟ يصور هاي المنطقة الداخلية اللومن، اوكي؟ هاي فائدة الاندوسكوب، عبارة عن كاميرا وضوء فقط. يقول لك الاندوسكوب is necessary for the investigation of most esophageal condition، هو يعني من افضل الانفستيجيشن باغلب الحالات. مرات ممكن نستخدم بس كانفستيجيشن، يعني هذا الاندوسكوب يستخدم كدايجنوستيك تول، كاداه تشخيصيه، ومرات نقدر نستخدمه كثيرابيوتيك، تمام؟ نستخدمه بالعلاج ببعض الحالات، يعني هو هذا النافور، هذا الانبوب، ايش نقدر ندمج بيه؟ مثلا نقدر ندمج بيه مثل السله، مثل الباسكت، يعني مثلا اذا اكو تجمعات مال اكل محشوره بالاسفاجس ممكن نسحبها بهاي الباسكت بهاي السله، فاحنا هنا عالجنا حاله انسداد، اوكي؟ وهكذا. فخلوا بالكم ان الاندوسكوب بالاساس هو عباره عن شنو؟ عباره عن دايجنوستيك تول، بس بعض الاستعمالات مالته ممكن تكون ثيرابيوتيك، استخدامات علاجيه، علاجي وتشخيصي، اوكي؟ It is required to view the inside of the esophagus، يبين لك شنو؟ الداخل، اللومن، تمام؟ And the esophagogastric junction، مثل ما قلنا هو ينزل من الاسفاجس على الاستومك ممكن يوصل حد الدودينم، اوكي؟ to obtain a biopsy. دخلت انت مثلا شفت المشكلة انه صاير عندك space occupying lesion، اكو كتلة ضاغطة على الاسفاجس، تطلع انت هنا؟ لا، انت اخذ عينة من هاي الكتلة، اخذ من عندها بايوبسي، وانت مسوي الناظور فد مرة تقدر تاخذ بايوبسي على مود هذا البايوبسي تشيك انه ممكن يكون تيومر، ممكن يكون غير شيء، وهكذا، تمام؟ ممكن نستخدمه مثلا مثل ما قلنا for a removal of a foreign body، الاجسام الغريبه، مثلا طفل بلع شيء، تمام؟ ممكن تدخل بناظور، هذا الناظور شخصت انه الطفل هذا بالع جسم غريب، لقيت وين محشور هذا الجسم الغريب. بنفس الوقت اكو يجي هذا الاندوسكوب بمثل الملقط، بمثل السله، تسحب هذا الجسم الغريب للخارج، تمام؟ وهكذا. ممكن يجيك المريض عند الاسفاجس ماله صاير بيه تضيق، صاير بيه ستركتشر، تجي انت تنزل بالناظور، هذا النافور هاي مثل الانبوب، النافور يكون بهنا مثل النفاخه، مثل البالون، من توصل لهذا المكان تقدر تنفخ هاي النفاخه، يا اما عن طريق هاي النفاخه تنفخ عن طريق هواء او عن طريق فلويد، تنفخها تكبر تكبر تكبر، هذا الانسداد اللي صار هنا الستركتشر، بما انه يعني راح النفاخه تكبر حجمه، فبالتالي هذا التضيق الستركتشر راح يصير اكبر، ينفتح، تمام؟ وهكذا. هسه هاي مثل ما تشوفون، هاي عباره عن شنو؟ هاي عباره عن صور مال نافور، كاميرا تصور لك الداخل مالت الاسفاجس، بينما هاي هنا عبارة عن الكونتراست راديوغراف، تمام؟ هسا احنا حكينا بس عن الاندوسكوب اللي هو قلنا عبارة عن نافور زائد ضوء زائد فلاش، وهذا قلنا نستخدمه يا اما كأداة تشخيص او مرات ببعض الحالات أداة تشخيص وعلاج، تمام؟ هسا هنا عندنا شيء نسميه الاندوسكوبك التراساوند. يعني هسه احنا نعرف السونار الالترا ساوند من نسوي؟ نسوي من الخارج من الاكسترنال، يعني مثلا نسوي الترا ساوند مثلا للكدني، الترا ساوند مثلا لاي مكان بالجسم، تمام؟ من الخارج وانت قاعد، تمام؟ يجي الطبيب يخلي البروب مال الالترا ساوند على جسمك ويصور بالالترا ساوند. مرات احنا نريد بس يعني هذا الالترا ساوند راح يصور لك شلون سوبرفيشال، زين؟ اذا نفرض احنا عندنا السرطانات اللي تصير بأي أنبوب مجوف عندك بالجسم، تمام؟ يعني هذا مثلا الإسفاجس، ممكن وين يصير السرطان؟ ممكن يصير السرطان هنا كلش واضح انترا إسفاجيا بداخل الإسفاجس، تمام؟ أو ممكن يكون السرطان خارج الإسفاجس بس يضغط على الإسفاجس، تمام؟ أو ممكن يصير بداخل الجدران، بداخل الجدران مالت الإسفاجس، يعني يصير هنا بداخل الجدران مالته. زين، اللي بداخل الإسفاجس بداخل اللومن واضح، اللي بالخارج واضح، زين هذا اللي بداخل الجدران شلون تشخصه؟ تشخصه عن طريق تدخل بناظور، بس هذا الناظور بي الترا ساوند، يعني هذا الناظور بي جهاز مال الترا ساوند، فبالتالي هذا الناظور الفائده من عنده شنو؟ يصور لك الطبقات مالت الاسفاجس، يصور لك الطبقات اللاير اوف الاسفاجس، اوكي؟ شوفوا هذا هنا الناظور يصور لك، شوف هاي الطبقات، هاي الطبقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، يصور لك الطبقات مالت الإسفاجس، هذا نسميه الإندوسكوبيك ألتراساوند، تمام؟ يعني هذا إنفيزيف ألتراساوند، هذا الألتراساوند دخل من الأورال كافيتي وصل لحد المنطقة، يلا خذ الألتراساوند، مو من خارج جسمك، لا، من داخل جسمك خذيان الصور مال الألتراساوند، تمام؟
يقول لك الاندوسكوبيك التراسونوغرافي ريلايز اون هاي فريكوانسي، ترددات عاليه من الاشعه يعني. ترانسدوسر لوكيتد ات ذا تيب اوف ذا اندوسكوب، جهاز مال الالتراسون موجود بنهايه الناظور تمام. بروفايد ينطيك صور جدا واضحه اوف ذا لاير، الطبقات مالت الاسفيغس تمام. وول اند الميدستاينال ستراكشر كلوز تو ذا اسفيغس، بالاضافه الى حتى الميدستاينال ستراكشر، شكل شيء موجود بالميدستاينا ممكن نشوف الى صور وناخذ صور مال التراساوند عن خلال الاندوسكوبيك الاندوسكوبيك التراسونوغرافي تمام. ممكن ناخذ صور مثلا عندك للاسفيغس، ممكن ناخذ صور مثلا للهارت وهكذا تمام. هنا عندنا تحليل رابع، هسه احنا حكينا عن التحاليل. التحليل الرابع اللي هو المونومتري، يعني هسه احنا شفنا عندك تحليل اللي هو مالت الاشعه اللي هو بالاساس على الناروينج، يراويك اذا اكو ناروينج. تحليل عندك الاندوسكوب، الاندوسكوب تقريبا من اكثرهم شيوعا، يراويك اذا اكو ناروينج، يراويك اذا اكو تيومر والى اخره. قلنا يشوف اذا ممكن الاندوسكوبيك التراسونوغرافي هذا ايضا يفيد، ينطيك صور على الطبقات مالت الاسفيغس. هسه راح يحكي لك على الاسفيجيال مونومتري، هذا يبين لك شنو؟ يبين لك الموفمنت، يبين لك الموتيلتي، يبين لك البريستالسيس البرايمر والسكندري، يبين لك البريستالتيك كونتراكشن اوف ذا اسفيجس تمام. المونومتري از ناو وايدلي يوزد تو دايجنوس اسفيجيال موتيلتي، يعني ممكن يجيكم ام سي كيو يقول لك مثلا مريض عنده اسفيجيال موتيلتي ديسوردر، تتاكد من التشخيص وينطيك مثلا اربع تحاليل، ينطيك اندوسكوب، ينطيك مثلا التراساوند، ينطيك مثلا الكونتراست ستدي، او ينطيك المونومتري. من الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو المونومتري تمام. المونومتري هو الافضل تحليل لدراسه الاسفاجيال بريستاسيس الكونتراكشن تمام. الاسفاجيال موتيلتي ديسوردر ريجاردينج ريكوردينج العفو القراءات تصير ار يوجوالي ميد باي باسنج ا مالتي لومن كاثيتر with 3 to 8 recording orifices at different level down the esophagus into the stomach. هاي الصورة جدا واضحة. ننزل احنا هاي عندك تنزل كافيتر عبارة عن انبوب، يعني هذا الانبوب ينزل من النيزال كافيتي على الاسفاجس لحد وين قلنا يوصل لحد قريب على الاستومك اوكي and into the stomach تمام، يعني يعبر من الابر اسفاجيال سفنكتر وينزل حتى اللور اسفاجيال سفنكتر يعبرها كل الاسفاجس، كل الطبقات مالت الاسفاجس السيجمنت العفو يعني السيرفايكال والثوراسيك والابدومين تمام. هذا هنا بي هذا الكاثيتر بي حساسات بي سنسر تحسس التقلصات اوكي، يدخل من النيزل كافيتي لحد وين لحد الاستومك، ونخلي خلي فتره الى ان يعني الـ هاي الحساسات تنطيق قراءه كامله عن التقلصات مالت الاسفاجس تمام. هذا نسميه المونومتري اوكي. هاي هنا يعني شارح لك بس شلون تسوي هالخطوات. يقول لك بالبدايه لازم تسوي لوبريكيشن، ترطب هذا الكاثيتر تمام، لوبريكيت الكاثيتر انسيرتد ثرو ذا نوز جايدد داون تو ذا ستومك، من النوز لحد ينزل الاستومك تمام. بعدين التيبه تمام، هذا الكاثيتر تخلي عليه قطعه تيب وتثبتها بالنوز. عن ود ليش التيبه؟ عن ود ما يتحرك، يعني ممكن كل سهوله المريض يدفعه، ممكن يا اما يسحبه يا اما يدفعه بعد بالخارج، ممكن يدفعه وين؟ يدفعه باتجاه الانتسم، ما اريده باتجاه الانتسم تمام. بعدين يقول للمريض دكتور ميجر لور اسفاجيال سفنكتر بريشر از يو سولو سيبس اوف ووتر، احنا مثل ما قلنا احنا نريد نتابع عمليه البلع السولوينج اللي هي البريستالتيك موفمنت، فتخلي المريض منخلي هذا الكاثيتر يقرا القراءات مالته، خلي المريض يشرب جرعات قليله من الماء شوي شوي ونقيس التقلصات مالت الاسفاجس اوكي. فبالتالي ممكن نلقى التقلصات قليله تمام، ممكن نلقى البريشر جدا عالي، يعني مثلا اللور اسفاجيال سفنكتر كلش متقلصه بكل قوتها، هذا اب نورمال. او ممكن نلقى العكس، اللور اسفاجيال سفنكتر شنو نلقاها؟ نلقاها ولا بها اي تقلص، مرتاحه للاخير تمام. فهذا استخدام المونومتري، هذا رابع انفستيجيشن عندنا. المونومتري اساس بشنو؟ اساس بال بيرستالتيك كونتراكشن، نشوف بي الكونتراكشن اوف ذا اسفاجس، الموتيليتي ديس اوردر، الحركه تمام. التحليل الخامس اللي هو ال 24 ساعة بي اتش ريكوردينج، تشيك الحموضة، تشيك البي اتش بالاسفاجس تمام، تشيك الحموضة مالت ال الاسفاجيال تمام، مال الاسفاجس تمام. هذا هنا التحليل ل 24 اور بي اتش ريكوردينج، هذا الجولد ستاندرد بتشخيص شنو؟ الجاسترو اسفاجيال ريفلكس ديزيز تمام.
هذا الاساس بتشخيص الجاسترو اسفيجال ريفلكس ديزيز. يعني هذا انا وقتها اتذكر كنا بالمرحله الثالثه، هذا اجانا ام سي كيو، شنو الجولد ستاندرد ان ذا دايجنوستس اوف الجيرك؟ تقول هذا التحليل. اوكي يقول لك لو برولونج ميجرمنت اوف البي اتش از ناو اكسبتد از الموست اكوريت، تمام، افضل طريقه تشخيص الجاسترو اسفيجال ريفلكس ديزيز، مرض ارتجاع السوائل مادة المعدة على الاسفاجس، تمام. It is particularly useful in a patient with atypical reflux symptoms. يعني مو أي واحد يجي عنده جيرت يحتاج إحنا نسوي 24 ساعة pH recording. أكو مرات يجيك المرض مبين ذاك عنده gastro esophageal reflux disease، واضح الهيستوري ماله والإكزامينيشن يبين لك إياه typical case. بس مرات يجيك المريض لا، يعني أعراض ممكن تحسها مال كاردييك، ممكن يعني الدوخ، الحالة مو واضحة، ما عنده risk factor مال gastro esophageal reflux disease، تمام، يعني اكو ريسك فاكتور. يعني ما ندخل بمواضيع هسه مو موضوعنا، تمام، بس هو الفكره انه الكيس مو تيبيكال، مو واضحه جدا، يعني مو بس تشوفها تقول اي هذا جيرد، لا الكيس يحتاج له شوي تحاليل. فبالتالي على ما تقطع الشك باليقين 100% التشخيص الصحيح هو عن طريق ال 24 ساعه تخلي هذا الكاثيتر، ايضا تخلي الكاثيتر، والكاثيتر هذا يقيس درجه البي اتش لمده 24 ساعه. اوكي يقول لك those without endoscopic esophagitis and when the patient responds poorly to intensive medical therapy نستخدم بيها ال 24 ساعة pH recording. يعني الناس اللي ما عندهم esophagitis ولا جاي يستجيبون للعلاج، يعني معناته التشخيص مالهم بالغالب خطأ، لازم احنا نتأكد 100% من التشخيص، تمام. شوفوا هذا هنا يدخل الكاثيتر عن طريق النوز، يعني من النوز عفوا، ويمشي لحد الى يعني الاسفاجس والى اخره، وهنا يظل هذا الجهاز مكلب بالحزام مالي على صفحه المريض، ونخلي 24 ساعه يقيس لك درجات البي اتش بالاسفاجس، تمام. اذا اكو بي اتش عالي، اذا يعني الاتش سي ال من المعده وين يروح؟ يرجع على الاسفاجس، اكيد القراءات مالت الحموضه راح تصير عاليه، تمام. البي اتش يميل للاسيدك اكثر من الالكالين. اوكي هاي هنا هسه شلون نقدر نقول عليها مراجعه مال كل الحاجه اللي خذيناها. يقول لك انه عندك ديفرنت، يعني كل الحاجه اللي خذيناها بالسلايدات السابق، عندك ديفرنت ستيشن، ديفرنت سيجمنت مال الاسفاجس، عندك النك والتشست والابدومن، تمام، كونكتد تو اكسترنال انفايرمنت، عندك الاسفاجس مرتبط بالاكسترنال انفايرمنت لان باعتبار هو كونكتد وذ الفارنكس، والفارنكس كونكتد وذ الاورال كافيتي اكيد، تمام. اللاك اوف السيروزا ثيرد الاوتر لاير، ماكو سيروزا موجوده عندك بعض الاماكن مالته، بي لمفاتيك درين جدا قوي، البلد سبلاي ايضا جدا قوي، تمام. فهذا راح نعرف انه البلد سبلاي من يكون جدا قوي معناته انه اذا يصير عندك نزيفه بهاي المنطقه او يصير عندك بريفريشن بهاي المنطقه، منطقه جدا خطره. اوكي يعني مثل ما شفنا اغلب الاسفاجس وين موجود؟ بالميدستاينا، موجود بالتشست. هاي المنطقه اذا يصير بها نزيف او يصير بها بريفريشن جدا خطره، يعني راح تلوث شنو؟ راح تلوث الهارت، راح تلوث اللنج، تسوي بها سبسيس بهاي المنطقه جدا خطر، يعني المورتاليتي ريت بها هنا تصير جدا عاليه، تمام. الضغط يختلف، يعني مثل ما قلنا التقلصات مالته تبدي من فوق تنزل 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 تنزل، فبالتالي الضغط بالاسفاجس يتراوح، عندك كوردينيتد بريشر، الضغط يبدي من فوق ويبدي ينزل، لان يعني اذا كله يتقلص بنفس الوقت الاكل ما ينزل وهكذا، تمام. فيقول لك هذا هنا ايضا تشخيص، يعني ممكن يجي السؤال مثلا يقول لك how to evaluate the esophageal function، شلون تشيك الفانكشن مال الاسفاجس، الاسفاجس مضبوط 100% جاي يشتغل؟ تقول له ممكن عن طريق الراديولوجيكال ايفالويشن، عن طريق الاشعه، الكونتراست ستادي، كونتراست راديوغراف، تشوف اذا عندك ناروينج، تمام، تشوف اذا عندك ستركتشر والى اخره، تشوف اذا عندك سبيس اكيوباينج ليجن والى اخره، تمام. ممكن يشوف عن طريق الناظور، اوكي، اندوسكوبيك اكزامينيشن، هذا الاندوسكوبيك اكزامينيشن with or without اللي هو الالترا ساوند، تمام، with or without الالترا ساوند. فهسه ذني تقريبا ذني الشغلتين شنو نشوف بيهن؟ هذني الشغلتين نشوف بيها اذا اكو فيزيكال، اكو فيزيكال ابنورماليتي، اذا اكو شيء واضح بعينك انت جاي تشوفه فيزيكال ابنورماليتي، اورجانيك ابنورماليتي، قد يكون تيومر، قد يكون ناروينج، قد يكون ستركتشر، قد يكون حروق، كوروسيف انجري والى اخره، تمام، كلهم بالاسفاجس. عندنا شيء ثاني، تحليل ثالث اللي هو المونومتري، اللي هو لا ما تشوفه بعينك، يعني ما عندك شيء
مسوي لك مشكله، ما عندك تيومر، لا انت عندك مثلا نيرف سبلاي بيها مشكله، عندك العضلات بيها مشكله، فالحركه التقلصات مالت الاسفاجس بيها مشكله. الكونتراكشن الموتيليتي ديس اوردر نشخصها عن طريق المونومتري، هو مونومتري موتيليتي ديس اوردر، مونومتري موتيليتي ديس اوردر. اخر شيء نشيك، نشيك الحموضه، اذا البي اتش عندك منخفض الحموضه عندك عاليه تمام. شلون نشيك؟ نشيك عن طريق الامبولاتري، امبولاتري يعني محمول، هذا الجهاز شوفوا هو كذا بصفحه المريض، المريض عادي يكمل يومه طبيعي يعني ما يضل 24 ساعه بالمستشفى، لا يشيل الجهاز ونقول له روح وارجع لنا ورا 24 ساعه تمام. فيسمونها الامبولاتري 24 اور بي اتش مونيتورنج، على مود يشخص اذا انت عندك الحموضه بالاسفاجس عالي معناته انت عندك جاسترو اسفاجيال ريفلكس ديزيز، عندك ارتجاع السوائل من المعده اللي هي سوائل شنو تكون محمله، محمله بالاتش سي ال، هاي السوائل شنو تسوي؟ تحرق الاسفاجس، تحرقه تاذي، فيصير عنده بينز. ويعني هاي نستخدمها مو لاي واحد، مو اي واحد احنا نشك عنده جيرد نسوي له، لا كون كيس يعني شلون نقول تشخيصها صعب تمام. نطيناه علاج ما استفاد من العلاج اوكي وهكذا تمام. بس انا ارجع لك على الناظور الاندوسكوبي الاسفاجيو سكوبي او الاسفاجس اندوسكوب، جاي احكي لك انه شنو استخداماته، شنو استخداماته سواء الانديكيشن مالته. مثل ما قلنا الناظور ممكن يكون يستخدم للتشخيص ويستخدم للعلاج، الناظور يستخدم للتشخيص ويستخدم للعلاج. يعني قايل لك الاندوسكوب بالاسفاجس يستخدم كدايجنوستيك تمام، شكيت بشيء نزلت بالناظور اتاكدت من التشخيص مالك. ايفالويت السيمبتومز اوف الاسفاجيال ديزيز، نشيك بيه تمام، نشوف الاعراض. يعني مثلا انا شكيت إن عرفت ان هذا الشخص عنده جاسترو اسفاجيال ريفلكس ديزيز، عنده ارتجاع مالت السوائل، زين انا اريد اعرف هذا الارتجاع باعتبار وصلنا مثلا فات 10 سنين. مثل ما قلنا المعده يرجع ترجع السوائل الاتش سي ال على الاسفاجس، اكو شيء بالجاسترو اسفاجيال ريفلكس ديزيز من المضاعفات مالته، مثل ما قلنا الحوامض اللي ترجع هاي الاتش سي ال بالمعده طبيعيه المعده تتحملها، بس من ترجع الاسفاجس، الاسفاجس شنو راح يصير بيه؟ راح يتاذى، يحترق، يتصلح، يحترق، يتصلح. يقول لك الاسفاجس انا شنو فائده هذا الموضوع؟ انا كل ما اكل راح احترق، يحاول يغير الخلايا مالته، يحاول يغير الخلايا مالته، الخلايا الطبيعيه مالت الاسفاجس، يصير بها ميتابليجيا، ميتابليجيا يعني يصير بها عنده حاله من التاقلم، يحاول الاسفاجس يتاقلم ويا هاي الظروف الجديده، اتوقع يغير الخلايا مالته من السكوامس ابيثيليا يحولها الى كوليومينر ابيثيليا وهكذا، يعني يغيرها من خلايا ضعيفه جدا مقارنه بالاتش سي ال، يحولها الى خلايا شوي نسبيا تتحمل الاتش سي ال، تمام؟ صار بها ميتابليجيا، تمام؟ ميتابليزيا. هاي الميتابليزيا هم يعني ايش قد تظل تقاوم الاتش سي ال؟ مثل ما قلنا الاسفاجس ما يقدر يتحمل الاتش سي ال، فورا فتره من الدامج اند ريبير، دامج اند ريبير الميتابليزيا تتحول الى سرطان، تتحول الى نيو بليزيا اوكي، سرطان عندك يصير اسفاجيال كانسر. والاسفاجيال كانسر من اخطر انواع السرطانات اللي تصير عندك بالجسم، ليش؟ لان انت راح يصير عندك كانسر بالاسفاجس، كانسر بالاسفاجس بكل سهوله انه هذا الكانسر انه يعني اصلا هو دائما اغلب الحالات مال الاسفاجيال كانسر تتشخص بالاخير، يعني يوصل ستيج 4 والى اخره، هو اجريسيف، هذا النوع من السرطانات اجريسيف كانسر تمام، سرطان جدا قوي، يصير يعني يتشخص جدا متاخر، يوصل ستيج 4 يسوي ميتاستاسيس، ممكن بكل سهوله يفجر الاسفاجس، وقلنا اذا ينفجر الاسفاجس راح يلوث الهارت ويلوث الميدستاين، فبالتالي شيء جدا خطر. فبالتالي احنا من الشك عند شخص عنده جاسترو اسفاجيال ريفلكس ديزيز لازم شنو؟ انا اشيك هذا بيا مرحله واصل، هل هو بالميتابليزيا؟ هل هو بالنيوبليزيا؟ لان اذا انا شكيت انه عنده نيوبليزيا ما انتظر حد ما ينفجر عند الاسفاجس، لا هذا لازم اسوي له ارجنت تريتمنت، علاج سريع، اشيل التيومر مباشره وهكذا تمام. فهو يفيد ايفالويت السيمبتومز، يقدر لي الحاله، هذا المريض بيا مرحله من مراحل هذا المرض وهكذا. كونفيرم الراديولوجيكال ابنورماليتي، مثل ما قلنا الاشعه تمام، الاشعه استخدامات هاي الاشعه ذات والصبغه استخداماتها قلت، ليش؟ لان الناظور اضبط من عنده يعطيك معلومات اكثر، فبالتالي انت شفت راديولوجيكال ابنورماليتي بس مجرد شفت بالصبغه ما نزلت، شنو التشخيص؟ ما معروف، باغلب الحالات ما تقدر تشخص عن طريق الصبغه، اكو حالات قليله لا عن طريق الصبغه بحتى نقدر نشخصها تمام، بس اغلب الحالات ما تتشخص عن طريق الاشعه والصبغه. فبالتالي من شفت عندك ابنورماليتي بالاكس راي شنو تسوي؟ تسوي وراها ناظور تمام.
الاساس استابليش اسفاجيال باثولوجي، نشيك ورا المريض. يعني مثلا المريض شفنا انه عنده جاس اسفاجيال ريفلكس ديزيز وصار عنده ميتابليزيا، وبدينا له علاج وشيكنا العلاج ماله والتزم هو بالعلاج وعلى حسب الاصول، رجعنا ورا فتره نشيكه نسوي له ناظور نشوف هل الميتابليزيا خفت ورجعت للحاله الطبيعيه. لو تحولت من ميتابليزيا الى نيوبليزيا، اذا تحولت معناته العلاج مالنا ما يفيد، تمام؟ فاحنا نشيك على المريض نسوي له اسسمنت، تمام؟ اسس البوست اوبراتيف ليكج. اذا سوينا عمليه بهاي المنطقه، عمليه بالاسفاجس، تمام، نريد نشيك هذا الجرح السوتشر المنطقه اللي خيطناها جاي يصير بها نزيف ما جاي يصير بها نزيف، ندخل بناظور ونشيك المنطقه لا اكثر ولا اقل، تمام. هذان الاستخدامات كلهن عباره عن شنو؟ استخدامات تشخيصيه، تمام، كلهن يفيدن بالتشخيص. احنا عالجنا مرض بهاي الحاله؟ لا، ولا وحده عالجنا مرض، كلها اشياء نشيك بها على المريض نشخص بها المريض. اوكي، هسه ذني ثلاث اشياء لا استخدامات علاجيه، يعني يجيك المريض العلاج ماله هو عن طريق الناظر عن طريق الاندوسكوب نعالجه. مثلا شخص طفل بالع شيء غريب، بالع مثلا شو اسمه دقمه مال ملابس، او مثلا بالع له مثلا ايا يكن جسم غريب او جزيئات طعام محشوره بالاسفاجس، تدخل عن طريق الناظور تدفعها جزيئات الطعام فتحت الانسداد، جسم غريب اطلع عن طريق الناظور. اوكي، يكون الناظور هاي هذا البروب هذا الانبوب، ممكن شنو يكون بي؟ يكون هيك بي مثل السله هاي، تدخل انت هاي مثلا هاي جزيئات الطعام شوف هنا، تمام، يدخل هذا بالناظور يخترق هاي المنطقه، تمام، صارت هاي السله منه نغير اللون، صارت هاي السله هيك بظهر جزيئات الطعام، بكل سهوله اسحب الناظور، اسحب الناظور باتجاهك فهو راح يسحب جزيئات الطعام وياه. اوكي، وهكذا. او ممكن تدفعها، ممكن تدفع يعني بس مجرد تفتح الانسداد. دايليتيشن، يجيك مثل ما قلنا هذا الاسفاجس صاير به هيك مثل الناروينج هنا مثل الاستركتشر وراجع مفتوح، تمام، تيجي انت تدخل بالناظور، الناظور به مثل البالون مثل النفاخه. هاي النفاخه ممكن انت من وصلت لهاي المنطقه من الخارج تضخ سائل ينفخ النفاخه، ينفخ مرات مو سائل مرات يكون هواء، المهم هاي النفاخه تنفخ، من تكبر راح تفتح هذا المكان المتضيق تفتح الاستركتشر توسع، تمام. انترفنشنال، مرات يصير انه الناظور، تمام، الاندوسكوب بمعدات جراحيه، مثلا شخص صار عنده نزيف ممكن تدخل عن طريق الناظور وتوقف النزيف وهكذا، يعني يصير تدخلات جراحيه عن طريق الناظور، يعني اندوسكوبك بروسيجر، عمليات ناظوريه، اوكي، وهكذا، تمام، كلهن عمليات جراحيه علاجيه عن طريق الناظور عن طريق الاندوسكوب. شنو المضاعفات؟ يعني مثل ما شفت الاندوسكوب من هو مثل لاحظت انه اغلب الامراض مال الاسفاجس عن طريق الاندوسكوب. شنو المضاعفات مال الاندوسكوب مال هذا الناظور؟ اخطر شيء يصير انت عندك شنو اللي هو البريفريشن، انه انت تنزل بالناظور، الناظور عندك انواع، الناظور ممكن يكون ريجيد يعني قوي غير مرن، وممكن يكون فلكسبل اللي هو الناظور المرن يتحرك وياك يعني بي مثل الريموت وتحركه يروح يمين ويسار والى اخره. ممكن انت يصير عندك الناظور حجمه كبير، يعني مثلا الطفل ما تستخدم نفس الناظر تستخدم الكبير والى اخره، فبالتالي نتيجه خطا طبي، نتيجه انه هذا المريض اصلا الاسفاجس ماله هو ضعيف يصير بريفريشن. وقلت لكم يعني البريفريشن بالاسفاجس جدا خطر. ليه جدا خطر؟ لان شنو الدائر ما يدور الاسفاجس؟ الميديستاينا شنو بيها؟ الميديستاينا بيها الهارت، تخيلوا الهارت يتلوث، اهم عضو عندنا يتلوث، تمام؟ فيصير بيه السبسس ويصير اندوكاردايتس والى اخره، جدا خطر. يعني مورتاليتي مال الميديستاينايتس جدا خطره، اوكي؟ اذا كان البرفوريشن يعني نقدر نقول عليه بسبب خطا طبي خطره، بس بالغالب يعني نقدر نتلحق الموضوع. هسه راح نيجي على موضوع البرفوريشن، راح تلقون ان البرفوريشن تنقسم الى نوعين. بريفريشن يصير بسبب الاخطاء الطبيه نقول عليها الاياتروجينيك، هذا نقدر نتلاحقه، بس اكو بريفريشن يصير لا بسبب الامراض، لا هذا من يصير بالغالب يموت المريض، اوكي؟ 80% نسبه الموت مالته. فاذا واحد يسالك شنو اخطر كومبليكيشن بالناظور؟ الناظور الاندوسكوب ممكن انت تثقب شو اسمه؟ الاسفاجس، من ينثقب الاسفاجس تدخل يعني هاي لايف ثريتنينج كومبليكيشن، مضاعفات جدا خطر ممكن يموت بها المريض اذا ما تتلاحق بسرعه. اما الماينر اللي هي الاشياء العاديه يعني حتى اذا تصير مو بذاك الخطر.
بس احنا لازم نفهم عليها المريض. يعني انت تشوفها هي مو خطره، ليش؟ لان هو ما راح يموت المريض، بس يضل اشياء مزعجه لازم نفهم عليها. اولا لاسريشن، انت مدخل انبوب بداخل الاسفاجس، انبوب تمام خط، يعني اكيد راح يجرح الاسفاجس، يصير لاسريشن. فلهذا يعني من التعليمات ان هذا الانبوب لازم يندهن يتزيت على مود يقلل الجروح الممكن يؤديها، تمام؟ لاسريشن وين؟ بالاسفاجس. الاسوفاجس ممكن يصير عندك فرنجيال لاسريشن، ممكن يصير عندك تقرحات مثل ما انت من الدخل الناظر من الاورال كافيتي على الفارنكس، تمام؟ وين تنزله بعدين على الاسوفاجس. الاسوفاجس والله قلنا راح يصير بيه تقرحات، زين ممكن يصير عندك تقرحات وين؟ يصير عندك تقرحات بالفارنكس، تمام؟ نفس الفكره. الشغله الثانيه ممكن يصير انت عندك، مو قلنا دخلنا هذا الناظر وين؟ عن طريق الاورال كافيتي، بكل سهوله ممكن تدعم انت التيث، تدعم الاسنان، تدعم الاسنان شنو يصير بيها؟ تكسر الاسنان مال المريض. teeth dislodgement ممكن ينكسر السن مال المريض. ليش؟ ممكن يكون المريض مثلا يصير عنده جاج ريفلكس، يصير عنده جاج ريفلكس يريد يتقيا ويضغط على هذا الناظور بكل قوه، فبالتالي ممكن ينكسر الاسنان مالته، تمام؟ ممكن واحد يسحب الناظور بسرعه، والناظور هو يعني بمثل المعدن، يسحب الناظور بسرعه ويدعم السن مال المريض يثلمه او يكسره والى اخره. فهذا ايضا عباره عن كومبليكيشن ممكن يصير باستخدام الاندوسكوب، تمام؟ هسه هنا بعد ان حكينا عن يعني المقدمه اللي هو الاعراض وحكينا عن الانفستيجيشن، راح يبدا هسه عن الامراض. شنو الامراض اللي تصير عندك انت بالاسوفاجس، تمام؟ مثل ما شفتوا عندنا امراض تصير اورجانيك، وعندك امراض مو اورجانيك يعني فانكشنال. اكو اورجانيك كوزز قد يكون تيومر، قد يكون ستركتشر، تمام؟ او اكو تكون امراض لا هي بالموتيلتي، امراض بالحركه بالتقلصات مالت الاسوفاجس، تمام؟ بعد لك بالأورجانيك، الأورجانيك كوزز الفورين بادي، أجسام غريبة، أجسام غريبة محشورة بالإسفاجس، المفروض هي ما تظل محشورة. الإسفاجس ينزل الأكل به من الأورال كافيتي على الفارنكس، ينزل بالإسفاجس يندفع يندفع ينزل بالستومك، المفروض الإسفاجس يظل فارغ، الإسفاجس المفروض يظل فارغ. فأيش يظل محشور به؟ معناته هذا جسم غريب. شنو هاي الأجسام الغريبة؟ ممكن تكون مثلا عند الأطفال مثلا يعني الدقم مال الملابس، خرز، باكتريات، ايا يكن، تمام؟ او ممكن يكون جزيئات مال الطعام، جزيئات الطعام تظل محشوره بهذا المكان، ايضا نعتبرها اجسام غريبه، ليش؟ لان الفود المفروض ما يظل بهاي المنطقه، الفود لازم ينزل، وهكذا. فالاسفاجيال فوريوم بادي، اجسام الغريبه، يقول لك الموست كومن، موست كومنلي، شو الاشياء اللي تنحشر بالاسفاجس غالبا؟ فود، فود بلس، الاكل يظل محشور بهاي المنطقه، تمام؟ which مثل ما قلنا الفود مون وين ممكن ينحشر بغالبيه؟ غالبيه ينحشر بهاي الاماكن الاندنتيشن، اماكن الانحناءات اللي قلناها بالبدايه، تمام؟ which usually او ممكن يكون يصير انت عندك يعني هذا الاكل ينحشر وين؟ اذا انت عندك اكو منطقه مضيقه الاسفاجس، قد يكون تيومر، قد يكون ستركتشر، وهكذا، يعني هو الاسفاجس من قاع صاير بيه تضيق، يجي الفود ينحشر بهاي المنطقه بي، تمام؟ which usually signify underlying disease، يعني هو الاكل من ينحشر بمكان المفروض ما ينحشر، فاذا الاكل ينحشر بالغالب انت شنو عندك؟ عندك disease، عندك underlying disease. It usually possible to remove the foreign body by flexible endoscope، تدخل عن طريق ناظور flexible، ناظور متحرك، تمام؟ مرن، طلع هاي الاجزاء البقيه مالت الاكل، تمام؟ Beware، انتبه من الباتن باتري، هاي الباتريات الصغيرة، تمام؟ اللي نستخدمها بالساعات او يعني هاي الباتريات الصغيرة، الايون 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 باتري، تمام؟ هاي الباتريات اللي نستخدمها بالساعات، تمام؟ الساعات مالت الايد قصدي، هاي خطرة. ليش؟ لان هاي الباتريات من يعني تصير ان كونتاكت وذ الاسفاجس وذ الاستومك وذ الانتستين، هاي الباتريات تؤدي الى حدوث تفاعل كيميائي. هذا التفاعل الكيميائي يحرر مواد كيميائيه، هاي المواد الكيميائيه تؤدي الى حدوث ليكوفاكتيف نيكروسيس، تؤدي الى حدوث ليكوفاكتيف نيكروسيس، شيء جدا خطر، تمام؟ فلهذا انت لازم تكون حذر ويا هذا الموضوع، تمام؟ شوفوا هسه هاي هنا التحليل هذا عباره عن شنو؟ اذا واحد ينطق سايد، هذا التحليل شنو؟ هذا التحليل عباره عن الكونتراست راديوغراف، كونتراست راديوغراف او تسميه الباريوم سوالو. الباريوم سوالو لان هي هاي الكونتراست، هاي الصبغه يسمونها باريوم، فنسميها يا اما باريوم سوالو تشيست اكس راي، تمام؟ العفو ابدومينال اكس راي، او ممكن تقول مباشره الكونتراست راديوغراف. شنو بيها؟ بيها هذا مبين، هاي الصبغه ماشيه ماشيه ماشيه، وين واصله؟ لهنا ومتوقفه،
معناته شنو؟ معناته انت عندك انسداد بالاسفنكس بهاي المنطقه، عندك انسداد بالاسفنكس بهاي المنطقه. قلنا غالبا شنو يكون؟ انه مثلا انت عندك فود بولس، هذا هنا الاكل صاد هاي المنطقه ما راح ينزل. هنا انه عندك هذا التيث، جزء من تقويم مال الاسنان، طقم مال الاسنان محشور هنا مدفوع بهاي المنطقه ومحشور بالاسفنكس وهكذا. تمام، يقول لك foreign body that have become stuck in the esophagus should be removed by a flexible endoscope عن طريق الناظور المرن shown using suitable grasping forceps. يا أما الناظور يكون مثل الكماشة مثل الملقط تلزم الجسم الغريب وتسحبه، أو using a basket أو عن طريق سلة، سلة تسحب بها الجسم الغريب وهكذا أكثر ولا أقل. ال perforation، perforation اللي هو أنت عندك الثقب مال الإسفاجس. الإسفاجس قلنا ينثقب يا أما عن طريق ياتروجينيك، ياتروجينيك اللي هو انثقب الاسفنكس بسبب خطأ طبي، مثلا بسبب ناظور، انت جاي تسوي ناظور وثقبت الاسفنكس. تمام، هاي البرفوريشن اوف الاسفنكس هنا اقل خطورة من انه الاسفنكس ينفجر منه ومن كيفه. رابتشر اوف الاسفنكس دو تو انكريز بريشر، الضغط بالاسفنكس يصير كلش عالي. يعني اذا نرجع على هاي الصورة نفسها، تمام، نفرض ان جزيئات الاكل او تيومر هنا، جزيئات اكل او تيومر اتجمعت هنا، سدت الاسفنكس نهائيا ولا يتحرك بعد. الاكل يجي يظل يتجمع هنا، الاكل والميوكس اللي فرز الاسفنكس، تمام، والسكريشن تتجمع تتجمع تتجمع. الضغط اللي صار عندك بالاسفنكس انا شرح يصير كلش عالي، المريض كل ساعه يتقيأ، كل ساعه الضغط يزداد عنده بالاسفنكس، ضغط عالي تقيؤ مستمر والى اخره، كل سنه ممكن ينجرح الاسفنكس، ممكن يصير بي بريفريشن ويبدي الكونتنت مال الاسفنكس اللي عباره عن جزيئات اكل، جزيئات اكل غير معقمه، وين راح تروح؟ راح تروح من هنا بالميدستاين. بالميدستاين شنو موجود؟ موجود الهارت، فيصير عندك ميدستاينايتس. ميدستاينايتس عبارة عن شيء مميت، تمام، عبارة عن شيء مميت. فإذا صار البرفوريشن عن طريق خطأ طبي أنت بالغالب راح تتلاحقه. ليش؟ لأن أنت مبين هذا وقدامك صار برفوريشن، اتلاحق للموضوع، ما بيها ثانية واحدة ما تضيع. بس إذا صار البرفوريشن يعني مثلا مريض ببيتهم عنده انسداد بالإسفنكس وانفجر الإسفنكس، تمام، على ما يوصل للمستشفى وما أعرف شنو، الميدستاينة راحة متلوثة، تمام، الميدستاينة متلوثة، فبالتالي غالبا يوصل المرحلة يعني هي مميتة. نسبة المورتاليتي بالميدستاينايتس إذا كان الإسفنكس منفجر منه ومن كيفه بعض الكتب يقول لك 80%، تمام، 80%. أوكي، فيقول لك the perforation of the esophagus is usually iatrogenic، بغلب الحالات iatrogenic بسبب ناظور وإلى آخره، as a therapeutic endoscope or due to البارتروما، اللي هو البارتروما إنه صار عندك تأذى الاسفنكس بسبب ارتفاع الضغط اللي بيه، تمام، الضغط اللي بيه ازداد لدرجة إنه انثقب انفجر الاسفنكس، تمام. Many instrumental perforation can be managed conservatively. إذا صار عندك أنت دامج، أنت جاي تسوي له عملية وصار عنده perforation، مثل ما قلنا هذا البرفوريشن بالغالبيه يعني مو شيء خطر، تمام، الياتروجينيك برفوريشن بالغالبيه مو لايف ثريتنينج، ما يموت المريض. بس اذا سبونتينيوس برفوريشن لا، بالغالبيه يموت المريض. بوت سبونتينيوس برفوريشن از اوفن لايف ثريتنينج، بالغالب يعني المريض يموت بهاي العمليه اذا صار عندك سبونتينيوس منه ومن كيفه ينفجر الاسفنكس، تمام، that regularly require surgical intervention. يعني لو تلحق المريض لو ما تلحق، تمام. هنا نقول لك المانجمنت اوبشن ان perforation of the esophagus، تمام، هنا نقول لك بعض العوامل اللي تشجعك انه ما تسوي العمليه، ما يحتاج نون اوبرتيف مانجمنت، تنطي انتيبايوتيك، تمام، تنطي فلويد والى اخره، تمام، فلويد عن طريق الوريد يعني، وتنطي مجال للجرح مال الاسفنكس يشفى من عنده ومن كيفه. شنو عندك هذين العوامل؟ إذا كان عندك جرح جدا صغير لدرجة إنه ما صار عندك تلوث، small septic load، minimal cardiovascular upset، التلوث يعني خلينا نقول مثلا صار عندك جرح وين؟ بالابدومينال ايورتا، مو مشكلة، مو بالميدستاين، مو يم الهارت ولا يم مشكلة، فهاي بالغالب ما يحتاج تدخل جراح. أوكي، perforation confined to الميدستاين، تمام، يعني الجرح جدا صغير، الميدستاين ما تأثره، تمام، perforation by a flexible endoscope، إذا صار عندك جرح بسبب flexible endoscope. ليش؟ لأن flexible endoscope هو مرن، يعني هو رقيق نقدر نقول عليه، الجرح اللي يسوي مو جرح قوي، بس إذا الرجد endoscope لا، الرجد يعني شيء قوي، هو يعني من يجرح المكان راح يجرح جرح قوي منتهي من عنده، تمام. perforation of a cervical esophagus نفس الكلام، يعني إنه بالcervical esophagus
المنطقة مو بذيك الخطورة، أوكي مو بذيك الخطورة، ولكن عوامل أخرى تقول لك لا هذا المرض عند البرفوريشن هنا الياتروجينيك برفوريشن أو سواء السبونتينس برفوريشن لازم تسوي العملية. شنو العوامل؟ إذا أنت عندك لارج سبتك لود، تلوث كبير، تمام، سبتك شوك داخل بعلامات السبتك شوك، البلورا صاير الدامج، يعني داعم البلورا داعم الإسفاجس، جرح الإسفاجس ممكن جرح البلورا وياه، لأن يعني أكيد الإسفاجس قريب على اللونج، تمام. البور هيف سيندروم اللي هو يعني هذا الشخص يجيك انه عنده هيستوري اوف سترونج اجريسيف فوميتنج، تقيؤ كلش قوي، تمام. مثلا اشخاص عندهم ليفر فيلير، عندهم ادمان كحول، عندهم تقيؤ جدا قوي، ويجي عندهم علامات مال الاسفاجايتس، عندهم علامات مال البرفوريشن مال الاسفاجس، فهي ايضا من يعني الاشياء اللي خطره انه لازم تعالج. معناته هذا عنده سبونتينيوس رابتشر، تمام، سبونتينيوس برفوريشن اوف ذا اسفاجس، تمام. برفوريشن اوف الابدومينال اسفاجس، برفوريشن اوف الابدومينال اسفاجس، اذا جرح كبير بالابدومينال اسفاجس راح يلوث الابدومينال كافيتي كلها، الابدومينال كافيتي كلها تتلوث، الليفر، السبلين، الكيدني، فبالتالي هذا يعني راح ممكن يدخل بشنو؟ بمالتيبل اورجان فيلير، تمام؟ يعني اذا كانت البرفوريشن اللي انت عندك بالميدستاين خطر، تمام؟ لان انت عندك عضو واحد جدا جدا مهم، بس هنا بالابدومينال بالابدومينال اسفاجس البرفوريشن اللي يصير لان انت عندك اعضاء هواي، اذا كلهن يتلوثن، لو كل واحد يتلوث معناته شويه ممكن يدخل بمضاعفات خطره، اوكي؟ وهكذا. شنو عندك؟ يقول لك الكلينيكال بوينت potentially lethal complication due to mediastinitis and septic shock، مثل ما قلنا اخطر شيء mediastinitis والseptic shock، numerous causes but may be iatrogenic، مثل ما قلنا نقسم البرفوريشن الى iatrogenic او spontaneous، surgical emphysema is virtually pathognomonic. شوف كلمه pathognomonic يعني هاي علامه، يعني من تسمع pathognomonic يعني هاي علامه معينه الى مرض واحد، تمام. يقول لك والسيرجيكال انفيزيما يعني تجيب ايدك تسوي بالبيشن على منطقه الاضلاع، تحط ايدك على الاضلاع تسوي له بالبيشن، تسمع تحت ايدك مثل فقاعات مال هواء جاي تطقطق، تمام، تفرقع، اوكي. هاي منين اجى؟ مثل ما قلنا الاسفاجس عباره عن انبوب عضلي مجوف، كلمه مجوف يعني بداخله هواء، هذا الهواء من ينفجر الاسفاجس راح يطلع الهواء من الاسفاجس، وين يروح؟ يروح بالميدستاين، يروح بهاي المنطقه، فبالتالي من تضغط عليه هذا الفقاعات مالت الهواء اللي موجوده راح تطلع الاصوات، فيسمون السيرجيكال انفيزيما از pathognomonic فور البرفوريشن اوف الاسفاجس، تمام. نقول لك التريتمنت از ارجنت، العلاج لازم يكون سريع، الثانيه تفرق، may be conservative، قلنا conservative إذا عندك ذن الأشياء العوامل اللي ذكرناها، تمام، أو ممكن يكون surgical على حسب العوامل الأخرى، تمام. بس بالحال كان أنت لازم هذا المريض يعني أنت مخطر من عنده specialized care، ما ينترك هذا المريض دائما تحت المراقبة، أوكي. أقول لك ملاحظة ال instrumental perforation، يعني النقطة الأساسية أن أنت ما تحاول تبحث عن أفضل طريقة للعلاج، أفضل طريقة لعلاج البرفوريشن مال الإسفاجس بسبب الأدوات الطبية أنه أنت تمنع هذا الموضوع من البداية، لازم الإندوسكوب يكون مزيد، تمام، لازم يكون استخدامك للإندوسكوب بحذر ودقة، تمام. فأقول لك prevention of the perforation، منع الثقب الإسفاجس أهم بمئة مرة من العلاج، فأنت تسوي prevention of perforation is better than the cure، يعني انت لازم يكون شغلك بالاساس، انت بالاساس تمنع هاي كومبليكيشن، تمنع البرفوريشن اوف الاسفاجس من خلال النظر، تمام. هسه نحكي عن الكوروسيف انجري تو ذا اسفاجس اللي هي الحروق، حروق مواد تحرق الاسفاجس. احنا مثل ما نعرف الحروق ممكن تكون يعني عن طريق الكيميكال، تمام، كيميكال سبستنس، مواد كيميائيه، قد تكون حوامض او مواد قاعديه تؤدي الى الحروق اللي هو النكروسس، تمام، يصير عندك نكروس منطقه تموت، والتفاصيل مالت الحروق يصير عندك. الحروق يصير عندك بالاسفكس يسوي شغلتين غير الدامج والبين والى اخره اللي يصير عندك بالاسفكس، المنطقه يصير بيها هيلينج باي فايبروسس، فبالتالي هذا التليف هذا الفايبروسس يسوي ستركتشر، ستركتشر يعني الاسفاجس يصير
متقلص تمام، شكله متشوه، يعني مثل من شخص اذا تحترق يصير هاي المنطقه مثل متشوهه بسبب الحروق تمام، هاي التليفات الفايبروسس اللي بيها، نفس الشيء يصير بالاسفاجس، فبالتالي اللون مال الاسفاجس يصير نارو اوكي، فبالتالي ممكن ينتهي بديسفاجيا والى اخره تمام. قال لك الكروسيف انجري اوف ذا اسفاجس ار كوز باي انجستشن، هضم ابتلاع ماده حامضيه قويه او قاعديه تمام. طبعا من الاخطار الماده القاعديه، ليش؟ السبب بالتفاعل الكيميائي اللي يصير، المواد الحامضيه القويه تجعل الاسفاجس او على اي نسيج تمام، هذا النسيج الحامض يجي بنفس اللحظه يحرق هاي المنطقه، بس من يحرق تتكون طبقه سميكه على هاي المنطقه تمام، هذا هو يعني شلون نقول الحرق اللي تسويها المواد الحامضيه بكميات قليلة طبعا، يعني ما احكي لك تغرق المنطقة، كميات قليلة اذا بس ينسكب عليها تمام، كميات من مواد حامضية تحرق هاي المنطقة تسوي كواجلاتيف نكروسيس وينتهي الموضوع كواجلاتيف نكروسيس. بينما المواد القاعدية لا، المواد القاعدية تذوب هاي المنطقة كلها، يعني حتى اذا كمية صغيرة تشلب هنا اوكي تظل تنخرب هاي المنطقة تذوبها كلها تسوي ليكويفاكتيف نكروسيس. فلهذا الحروق اللي تجي من المواد القاعدية اخطر بهواي من المواد الحامضية اوكي. يقول لك the ingestion of a strong acid produce coagulative necrosis تمام، يسوي لك coagulative necrosis اللي هي مجرد الخلايا تموت، خلية وتموت، هذا هو which may limit the depth of an injury. من هاي الخلايا تموت تتكون مثل الطبقة مثل الغلاف، هذا هو، فبالتالي بس المنطقة السطحية هاي اللي تأذت هنا تمام، بس هاي المنطقة اللي تأذت هي اللي احترقت أوكي، بس المواد القاعدية تحلل الخلايا مو بس تموتها، لا تحللها تذوبها تسوي ليكويفاكتيف نكروسيس اوكي، تسوي ليكويفاكتيف نكروسيس، فتذوب المنطقه اللي تاثرت وتبدي وتظل تدمر المنطقه اللي داير ما يدورها اوكي. ingestion of an alkali vicious alkali ماده قاعديه قويه produce liquefactive necrosis تمام liquefaction and increase the depth of the injury. فبالتالي من الأخطر المادة الحامضية القاعدية، أكيد المادة القاعدية، ليش؟ لأن المادة القاعدية تؤدي إلى الليكويفاكتيف نيكروسيس اللي هو يذوب الخلايا تمام، مو بس يموتها يذوب الخلايا، فهاي المادة القاعدية تبدي تخترق وتروح على خلايا جديدة وتذوبها، والخلايا الجديدة تروح على خلايا ثانية وهكذا، فبالتالي عمق الجرح عمق الحرق يصير أكثر بحالة الألكالين، بينما المادة القاعدية لا، هي هاي الخلايا اللي وصلت بيها موتتها وانتهت فقط أوكي. هنا نقول لك المانجمنت اوف الكوروسيف انجري، يعني تعتبرها مثل الحروق تمام، مثل الحروق على حسب درجه الحروق، احنا نعرف الحروق عندك درجات، درجه اولى والثانيه والثالثه والرابعه على حسب الدرجه الها تريتمنت اوكي وهكذا. يقول لك الايرلي مانجمنت اللي هي المانجمنت مال الحادث هذا، مثلا طفل او شخص يريد ينتحر او ايا يكن ابتلع هاي الماده الكيميائيه، إجاك استوى بمبتلع هاي المادة، هذا نسميها الإيرلي مانجمنت. أنت هنا الهدف مالك شنو؟ الهدف مالك أنك أنت تقلل الدامج اللي ممكن يصير على الإسفاجس قدر الإمكان. يقول لك obtaining history of the estimated amount and the nature of an ingested agent is critical to directing the treatment. لازم تعرف كمية المادة شربها وشنو نوعها، هل هي مادة قاعدية أو حامضية، يعني عرفنا أنه المادة القاعدية أخطر بهواية من المادة الحامضية، فبالتالي التريتمنت راح يصير more aggressive إذا كانت المادة قاعدية مقارنة بالمادة الحامضية أوكي. يقول لك ان الاشخاص اللي عندهم first degree injury حروق من الدرجه الاولى، يعني non specific treatment، شيء خفيف على شنو الاعراض اللي عندهم، عالج الاعراض ولو بس هو كحرق شيء جدا خفيف تمام، ولكن الدرجه الثانيه patient with second and third degree burn are at increased risk of early mortality and later complication. بالبدايه يساعدوا ممكن يموتون، ممكن الاسفاجس تمام، هاي الحروق تثقب الاسفاجس مثل ما قلنا يصير بريفوريشن بالاسفاجس ويصير ميدستاينايتس والى اخره تمام. اذا ما صارت الميدستاينايتس يصير عندك المضاعفات، قلنا انه يصير عندك ستركتشر، يصير عندك الديسفاجيا والى اخره تمام. The esophagus should be allowed to re-epithelize. اذا عالجت المريض يعني نقذت حياته، جيت نقذت حياة المريض، لازم تنطي وقت للإسفاجس يصير بي هيلينج، لا تبدي تحاول تعالج المشكلة يعني هو احترق الإسفاجس، هذا هو ما بيدك شيء، نقذت حياة المريض انطي وقت، انطي هذا الجرح اللي صار بالإسفاجس خلي يصير بي هيلينج منه ومن كيفه تمام، خلي يصير بي هيلينج منه ومن كيفه. عود إذا صار ستركتشر
اذا صار استركتشر يلا تعالج الاستركتشر، لا تحاول تستبق الاحداث. يعني انت مو تقول والله هذا احترق هذا 100% راح يصير عنده استركتشر، فبالتالي انا اجي خل اوسع الاسفاجس من هسه، خل انا امنع حدوث استركتشر من هسه، لا هذا خطا. انطي مجال سبيري ابثلايزيشن، خلي سبي هيلينج، تمام، ايرلي دايليتيشن توسيع الاسفاجس مباشره قبل حدوث الاستركتشر خطا. Early dilatation may increase structure formation and increase the risk of perforation. يعني باعتبار الإسفاجس بعد متأذي تجي أنت توسعه بكل سهولة ممكن ينثقب، تمام؟ فأنت أول ما يجيك المرض بالearly management بس حافظ لي على حياته، تمام؟ بس حافظ لي على حياته المريض كون يظل ما يصير عنده life threatening complication. وراها الليت مانجمنت اللي هي المانجمنت اوف الكومبليكيشن مال هاي الحادث، شنو صار عندك مضاعفات من هو شخص ابتلى هاي الماده الحامضيه او القاعدي عالجه. بالغالب هو الاستركتشر، بالغالب يصير عندك استركتشر ورا فتره تقدر شلون تسوي الاستركتشر، سوي له دايليتيشن، هو منطقه متضيقه ادخل بالبالون ووسعها، تمام. يقول لك الليت مانجمنت دايليتيشن اوف كوزاتيك كوستيك ستركتشر شود بيجين اباوت 8 ويكس، بعد 8 اسابيع من الحادث، تمام، يلا تبدي تسوي دايليتيشن للستركتشر، يلا تبدي تعالجها، تمام. يقول لك also على الرغم retrograde dilatation has been proposed as the safest technique it require gastrostomy، تمام، يقول لك عمود تقلل ان اذا تسوي dilatation ممكن يصير عندك ارتجاع السوائل والى اخره، بس الفكره انه انت عندك early management و late management فقط، تمام. البروغريد جايدد اور البالون، يعني شلون تسوي دايليتيشن عن طريق البالون، تمام، البالون دايليتيشن تدخل عن طريق الناظر، الناظر بين هاي البالون وتنفخ البالون لا اكثر ولا اقل، هاز بين سكسسفول. شورت ستركتشر اذا عندك ستركتشر قليل يعني حجمه صغير يقول لك بالغالب ما يحتاج دايليتيشن، نوت ريسبوندينج تو انيشال دايليتيشن بالبدايه ماي بنفيت فروم لوكال ستيرويد انجكشن فولود باي ريبيت دايليتيشن. يقول لك اذا عنده ستركتشر قليل وما فاد بيه البالون، يعني البالون حتى من وسعت المنطقه انت هو التضيق قليل، يعني حتى من توسعها هو ما يفيد بيه، هو التضيق صاير قليل بس مضايق المريض، شنو تسوي؟ تنطي ستيرويد، هذا الستيرويد يقلل اذا اكو انفلاميشن، يقلل اذا اكو يعني المشاكل اللي تصير، بعدين نرجع نسوي دايليتيشن نفس على الاخير، تمام. هسه احنا حكينا عن الاورجانيك ديزيزز اللي تصير عندك بالاسفاجس، نجي على الاسفاجيال موتيليتي ديسوردر. الاسفاجيال موتيليتي ديسوردر اللي هو نعطي مثال واحد اللي هو شنو؟ مرض يسمونه الاكاليجيا. الاكاليجيا او يسمونه بعض الناس يلفظون اكاليجيا بس بالغالب يلفظون اكاليجيا، اوكي؟ مثل ما قلنا عندك الاسفاجس هذا عباره عن انبوب عضلي مجوف، من فوق اكو سفنكتر ومن جوا اكو سفنكتر، تمام؟ اكو عضله قابضه من جوا ومن فوق. الاكل ينزل من الفارنكس تنفتح الابر اسفاجيال سفنكتر ينزل بها الاكل، والمفروض شنو وراها؟ تنسد بعد ما تنفتح، تمام؟ ينزل الاكل ينزل ينزل يوصل للور اسفاجيال سفنكتر تنفتح، ينزل الاكل بالستومك وراها شنو؟ اللور اسفاجيال سفنكتر تنسد. الاكل ايش هو؟ عباره عن مرض انه عندك اللور اسفاجيال سفنكتر ما تنفتح نهائيا، فالاكل من يجي يظل يتجمع هنا، الاكل يتجمع هنا، ليش؟ لان اللور اسفاجيال سفنكتر الضغط بيها كلش عالي ما تنفتح، فبالتالي الاكل يتجمع هنا، الاكل يصير بارتجاع، تمام، والمضاعفات مالته، اوكي. ها هي الموتيليتي ديس اوردر، ان هاي العضله مالت الاسفاجس اللور اسفاجيال سفنكتر ما جاي تسترخي، ما جاي يصير بها ريلاكسيشن، فهذا موتيليتي ديس اوردر. الموت كان المفروض انها تنفتح يصير بها ريلاكسيشن، ينزل الاكل يلا تتقلص، الاكل يجي لا 24 ساعه متقلصه، تمام. يقول لك اكاليجيا is degenerative esophageal disease culminating in the peristalsis of the esophageal body and abnormal relaxation of the lower esophageal sphincter. بس هي هاي الحكايه، الاكاليجيا هي عباره abnormal relaxation of the lower esophageal sphincter، اللي يصير انت عندك انه اللور esophageal sphincter الظل متقلصه ما بها اي relaxation، تمام. يقول لك الكلينيكال فيتشر، العلامات اللي يجيك المريض مثل ما قلنا اللور اسفاجيال سفنكتر ما تنفتح، فالاكل وين يظل يتجمع؟ يتجمع بالاسفاجس. زين هذا الاكل من راح يظل يتجمع 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 يتجمع، شو راح يسوي بها؟ يصير عندك شغلتين، معناتها الاكل ما راح ينزل وين؟ ما راح ينزل للستومك وما راح ينزل للانتستين، فانت بالتالي راح يصير عندك مال دايجستشن ومال ابزورشن والى اخره، يصير عندك نقصان بالفيتامينات والى اخره، يعني عندك
سوء هضم، تمام، وسوء تغذيه، هاي وحده. الشغله الثانيه الاكل اللي راح يجمع بالاسفاجس راح يرجع يتجمع الى حد معين، ينتفخ الاسفاجس، يصير عندك فوميتنج، تمام، يصير عندك فوميتنج، الجزيئات الاكل ممكن تجرح الاسفاجس، اوكي، غير الانتفاخ اللي يصير عندك والحرقه اللي يصير عندك، التشست بين، كلها ممكن يصير عندك. هاي الاعراض اعراض الدسفاجي ايضا، لانك المريض انا كل ما اكل الاكل حس مشلب بصدري. ليش مشلب بصدرك؟ لان اللور اسفاجيال سفنكتر مسدوده، وهكذا. فاعراض من الاسفاجس اللي هي عندك الدسفاجيا، اودينوفاجيا ممكن يصير اذا صار عندك انفكشن، لان الاكل يظل مترسب بهاي المنطقه، ممكن يصير عندك انفكشن، تمام، يصير عندك تشست بين، وهكذا. هاي اعراض نتيجه تجمع الاكل بالاسفاجس، واعراض نتيجه عدم الاستفاده من الاكل، اعراض نتيجه عدم الاستفاده اللي هو انت عندك نقص بالفيتامينات والى اخره، تمام، وهكذا. نقول لك the disease is the most common in the middle life، بالمتوسط العمر يعني بالثلاثينات الاربعينات وهاي الفتره، خصوصا هو عند الفيميل، اوكي، يعني هو مرض اكثر يصير عند الفيميل، but can occur at any age، تمام. It typically present with dysphagia، يجيك المريض عنده dysphagia، ويا نوع من dysphagia، عنده الاسفاجيال dysphagia اللي هو يوصف لك، يقول لك من اكل انا ابلع اللقمه احسها مشلبه بصدري. ليش؟ لان اللور اسفاجيال سفنكتر ما تشتغل. Although pain، يقول لك يصير ايضا pain مصاحب، often mistaken for reflex، تمام، يقول لك هذا الالم مرات يشخصون انه صار عنده ارتجاع مال سوائل المعده، لا هو ما عنده ارتجاع، هو اصلا المعده مسدوده، هذا الاكل المتجمع بهاي المنطقه، جزيئات الاكل تتجمع ممكن تجرح الاسفاجس، ممكن يصير عندك انفكشن، اوكي، وهكذا، تمام. is common in early stages. شلون تشخص الاكاليجيا؟ الاكاليجيا هذا يعني تقريبا من الامراض القليله اللي هو التشخيص مالها ممكن تشخص عن طريق الاشعه، الكونتراست راديوغراف تشخصها 100%، تمام، هاي العلامه. تنطي انت ماده الصبغه الكونتراست، شوف هي تنزل الصبغه توصل لحد وين؟ توصل لحد الاسفاجس، توصل لحد وين؟ توصل لحد اللور اسفاجيال سفنكتر يم الاستومك، هاي اللور اسفاجيال سفنكتر تكاد تكون مسدوده، شوفوها تنزل الصبغه كلش قليله بالقطرات، هاي الشكل، هذا الشكل كانه مثل شنو هذا، يعني شلون نقول، تخيلوا وياي هذا الراس مال عصفور وهذا المنقار ماله، تمام، هذا المنقار ماله، يعني طائر عصفور وهذا المنقار ماله، اوكي. فهاي العلامه بالاشعه يسمونها البيرد بيك، تمام، منقار العصفور، تمام، منقار الطائر، هاي علامه باثونيمونيك فور اكليشيا، يعني هاي الصوره المفروض انتم من تشوفونها بعد مباشره تباوع لها، هذا مثل راس مال عصفور وهذا المنقار ماله، اوكي. فشنو تقبل يجيب بالك؟ منقار العصفور علامة مال الأكاليشيا، اللور اسفاجيال سفنكتر متقلصة ما تنفتح، تمام؟ أكاليشيا may be suspected at the endoscope، الاندوسكوب ما راح يبين إنه بس عندك اسفاجس طبيعي، اللور اسفاجيال سفنكتر متقلصة، اللي يبين بها مجرد إنه الضغط مالها عالي، أوكي؟ تمام؟ finding بالاندوسكوب by finding a tight cardia and the food residue، راح تشوف بالاندوسكوب الكارديا الفتحة الفؤادية مال السمك واللور اسفاجيال سفنكتر كلش متقلصات، وتشوف بقايا مال الاكل موجوده كلش بنهايه الاسفاجس يم اللور اسفاجيال سفنكتر ان ذا اسفاجس. التشخيص مال عن طريق شنو بالاساس؟ يعني عن طريق طبعا احنا مثل ما قلنا المونومتري ايضا يفيد بالموتيلتي جدا جيد، بس ايضا نقدر نشخصها بكل سهوله عن طريق الباريوم سوالو، عن طريق الراديوغراف الكونتراست راديوغراف، تمام. باريوم راديولوجي may show hold up in the distal esophagus، تمام، abnormal contraction in the esophageal body and a tapering، هاي التضيق اللي يصير انت عندك tapering structure in the distal esophagus often described as a bird peak، تمام، bird peak يعني المنقار العصفور، تمام، منقار الطائر، هي العلامه الاساسيه مالت الاكاليشيا، اوكي، عباره عن contrast study واضحه، الباريوم contrast study، عرفنا ليش نسميها باريوم، ليش ما نقول contrast radiograph، هي هاي الكونتراست هي الصبغه هو الباريوم، هي ماده مشعه، الباريوم تنطيها وتسوي اكس راي راح تشوف ان هاي الصوره عندك واضحه، تمام. يقول لك اندوسكوبي از اسينشال، احنا مثل ما قلنا انت عندك انسداد، هذا الانسداد بالغالب قلنا انه يعني تبعتك ما تعرف انه هذا الانسداد بسبب اللور اسفاجيال سفنكتر ما جاي تشتغل، لو ممكن يكون تيومر، ممكن يكون عندك تيومر هو اللي صاد المنطقه، فبالتالي انت ممكن تنزل بناظور وتاخذ عينه من هاي المنطقه، تاخذ هاي البايوبسي تشيكه، اذا لقيت بيه تغيرات سرطانيه معناته عنده تيومر، اذا ماكو تغيرات سرطانيه هاي معناته اكليشيا، وهكذا، تمام. يقول لك اندوسكوبي از اسينشال تو اكسكلود
ما يفيدنا يعني بالتشخيص، بانه على مود نزيل الشك، نزيل الشك انه ممكن يكون سرطان. تمام. سيدو اكليجيا اللي هي الاكليجيا الكاذبه، السكندري دو تو اوبستراكشن بسبب المالجنسي، بسبب السرطانات، which may be clinically indistinguishable from the primary achalasia. يعني هو نفس الشيء، انت عندك المنطقه مسدوده، ممكن تكون اللور اسفنجيال سفنكتر هي منهم من كفه متقلصه، او لا ممكن تكون مسدوده بسبب انه اكو تيومر بهاي المنطقه، اكو سرطان ساده. تمام. فبالتالي تاخذ خص عن سيجي، تاخذ بايوبسي وتشيك، اذا بيها تغيرات سرطانيه سرطان، ما بيها اكليشيا برايمري اكليشيا. تمام. Is necessary to assess the esophageal mucosa. اوكي، هاي الصورة الموجودة بالملزمة جبت لكم أنا هاي من الإنترنت لأن أشوفها أوضح. أوكي، صورة جدا واضحة، البيرد بيك، تمام، منقار العصفور. أوكي، هاي العلامة الكاركترستيك أوف الأكليشيا. شلون شخصنا؟ عن طريق الباريوم، باريوم سوال، ابتلع هاي المادة المشعة وخذينا إكس راي وراها شخصنا. أوكي، هاي هنا يقول لك أسئلة مهمة اللي تشوفها يعني ممكن بموضوع الأكليشيا. يقول لك ممكن منطيك ينطيك هاي الصورة. أوكي، ينطيك هاي الصورة مالت الأشعة ويقول لك أوصف لي إياها، بس يعني باعتبار أنتم ما ماخذين أشعة يعني شوي صعب أن تفهمونها بالتفاصيل، بس الفكرة أنه أولا يقول لك نحاول نفهمكم إياها بتفاصيل أكثر. المهم يقول لك describe radiological finding، أوصف لي التفاصيل اللي تشوفها بالأشعة. اول يقول لك بالباريوم سوالو شو marked smooth narrowing، شنو عندك؟ narrowing، تضيق، اكيد يعني اللور اسفاجيال سفنكتر مسدوده. تمام، فانت عندك تضيق of the lower esophagus. التضيق مو كان بالابر لو بالميدل بارت، لا، وين التضيق؟ باللور اسفاجيال سفنكتر، باللور بارت اوف ذا اسفاجس. تمام، the level of the narrowing at or below the diaphragm، اسفل الدايفرام. ليش؟ يعني احنا مثل ما قلنا هو وين؟ باللور اسفاجيال سفنكتر، اللي هي اللور اسفاجيال سفنكتر متصله ويا شنو؟ متصله ويا الستومك. فاكيد هو المشكله انت عندك بيا جزء من الاسفاجس، بالجزء الابدومينال يعني الجزء اللي تحت الدايفرام. اذا فوق الدايفرام معناته انت هذا ولا يم الاكليشيا، اذا فوق الدايفرام يعني انت عندك مشكله وبيا بارت مال الاسفاجس بالثوراسيك اسفاجس. تمام، يعني معناته 100% مو اكليشيا، يعني اللور اسفاجيال سفنكتر متصل وياه متصل ويا الاستومك. تمام، سموث تايبرنج اند اللي هو يسمونه البيرت بيك او البيرت بيك والى اخره. تمام، هاي اهم شيء بالراديولوجيكال ابييرنس، هاي النقاط الاساسيه. تمام، اللي هو انت عندك تضيق باللور بارت اوف الاسفاجس، العلامه الكاركترستيك يسمونها البيرت بيك، البيرت بيك ساين. تمام، اكو علامات اخرى اللي هي عندك الابسنت جاستريك اير بابل، هي اكو فقاعات يعني ما موجوده عندي الصوره عشان رويتكم اياها، او هاي الصوره تقريبا. نعم، شوفوا المفروض هنا عندك بالجزء اليسار، هاي هنا المفروض الاستومك، اذا حسيت تكتبون الصوره مال اكس راي طبيعي تلقون الاستومك هنا. اوكي، تلقون الاستومك هنا بيها نقاط سود، هاي النقاط السود هنا منين جايه؟ الاسفاجس ينزل ويا الاكل، من ينفتح اللور اسفاجيال سفنكتر ينزل الاكل وينزل ويا جزيئات هواء. تمام، هواء. تمام، هذا الهواء يبين بالاكس راي باللون الاسود. زين، انا اذا عندي اللور اسفاجيال سفنكتر ما تنفتح نهائيا، معناته الاستومك ما ينزل لها اي جزيئات هواء، فبالتالي بالاكس راي ما راح يبين هاي المنطقه السود، هذا اللون الاسود اللي هنا. فبالتالي علامه من علاماته بالاكس راي ابسنت جاستريك اير بابل، هاي المنطقه هنا تكون بيضه. اوكي، هاي المنطقه انا اشوفه بيضه ما بها اي لون اسود. تمام، trapped air bubble in the esophagus due to retained fluid. وين راح يتجمع الهواء؟ الهواء يتجمع بالاسفاجس، فراح تشوف منطقه هنا عندك بالاسفاجس، يعني اذا تاخذ اكس راي طبيعي بدون صبغه تلقى الاسفاجس بلون اسود بسبب تجمع الهواء بي، المفروض هو ما يتجمع بكميات كبيره من الهواء. اوكي، الميدستاينا حجمها يصير اكبر، الميدستاينا حجمها يصير اكبر، شوف هنا عندك هذا الميدستاينا اللي هاي الكافيت اللي هنا كل عندك حجمها يصير اكبر. ليش؟ بسبب تجمع الاكل بالاسفاجس، فبالتالي يكبر 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 الاسفاجس فالميدستاينا تتوسع. تمام، نيمونيا ممكن يصير عندك، يصير عندك التهاب بالرئه. ليش؟ يعني الاكل يتجمع بالاسفاجس، يتجمع يتجمع يتجمع، ممكن يوصل لحد وين؟ لحد الابر اسفاجيال سفنكتر، ويعبر الابر اسفاجيال سفنكتر، يعني الضغط بالاسفاجس يصير جدا عالي، فممكن كل سهوله يعبر الابر اسفاجيال سفنكتر ويروح يعبر الابيجلوتس. وين يروح؟ يروح عندك على الريسبيرتري تراكت، ويؤدي الى حدوث التهاب باللنج، يسوي نيمون. تمام؟
type of patient منو أغلب الناس يصير عندهم أكليشن؟ مثل ما قلنا بمنتصف العمر بالثلاثينات الأربعينات خصوصا الفيميل، تمام؟ common in young adult female، تمام؟ with emotional liability يعني مو ذي بش الأهمية، بس هو غالبية وين يصير عند الناس اللي أعمارهم ثلاثينات أربعينات وهكذا خصوصا الفيميل، أوكي؟ لأن الفيميل أكو يعني قوة ديسفاجيا خصوصا عند الفيميل، أوكي؟ يعني فلهذا غالبا أعراض الديسفاجيا، تمام؟ the difficulty in swallowing غالبا تساعد الفيميل. من ضمن أسباب الديسفاجيا هي الأكليشيا، أوكي؟ شنو الكلينيكال بيكتشر أوف الأكليشيا؟ أهم شيء أنت عندك الديسفاجيا، تمام؟ difficulty in swallowing اللي تكون متقطعة intermittent of long duration more to fluid than solid. نسبة السوائل يعني more to fluid than solid يتأثر بالسوائل أكثر، تمام؟ regurgitation ارتجاع الأكل والسوائل، تمام؟ وممكن هاي regurgitation تنتهي بنيمونيا وإلى آخره. retrosternal fullness حس أكو عنده ضيق هنا، يصير عنده انتفاخ بهاي المنطقة، تمام؟ complications عنده weight loss فقدان وزن، تمام؟ يصير عنده نيمونيا، ممكن يصير عنده كانسر مثل ما قلنا بسبب اللي هو الأكل راح يتجمع بهاي المنطقة يتتأذى هاي المنطقة، تمام؟ damage repair damage repair ممكن ينتهي بكانسر، تمام؟ بس الكانسر يعني رير حقيقة، يعني إلا إذا أنه كان هو الموضوع أصلا مو أكليجيا هو كانسر، أوكي؟ الكانسر مسوي هاي الكلينيكال بيكتشر، بس كأكليجيا هي تسوي تسوي كانسر very very rare، تمام؟ شنو الانفستيجيشن غير الراديوغراف غير الباريوم سوالا؟ ممكن عن طريق الاندوسكوب، تمام؟ ممكن عن طريق المونومتري، اكيد ممكن نقدر نشخص بيها، راح نلقى ضغط جدا عالي يعني البريستالس جدا قويه بس الاكل ما جاي ينزل، معناته انت شنو عندك؟ معناته انت عندك اللور اسفيجال سفنكتر متقلصه جدا. بايوبسي ايضا ممكن يفيد، نعم، على مود الشخص اذا هو عندك برايمري اكليجيا اللي هي الاكليجيا المشكله من من اللور اسفيجال سفنكتر، لو عندك سكندري سيدو كاذبه، تمام؟ differential diagnosis عندك الأسباب الأخرى اللي تؤدي إلى نفس الحالة، ممكن يكون كانسر، ممكن يكون foreign body، ممكن يكون تروما يعني مثلا صار عندك حروق وهكذا، كلها يؤدون إلى حدوث الدسفاجيا. ممكن هي الدسفاجيا من تصير تجمع يجمع الأكل، ممكن يصير عندك regurgitation، ممكن يصير عندك نيمونيا وإلى آخره، تمام؟ scleroderma inflammation Chagas disease كلها ممكن ينتهون بنفس الحالة، تمام؟ حفظوا لكم عندهم 2-3-4 يعني differential diagnosis لهاي الحالة. يعني انت من يجيك مريض عنده dysphagia اوكي وقبل يعني تقول عنده اكليجيا، لا، ممكن اسباب اخرى ثانية كلها ممكن تتيه بنفس الكلينيكال بيكتشر، تمام؟ شنو التريتمنت مالته؟ التريتمنت مالته هذا المريض يا اما تنزل يعني على حسب الحالة مالته، يا اما تنزل باندوسكوب وتحاول توسع اللور اسفيجال سفنكتر، تمام؟ تحاول توسعها، هي مو كلش متقلصة، حاول توسعها عن طريق البالون، اوكي؟ او عن طريق عمليه جراحيه، تجي هي مو اللور اسفيجال سفنكتر هاي المصل متقلصه، اقطع المصل، تمام؟ عندك كانت عضله كلش متقلصه قطعتها صار ما بيها تقلص، تمام؟ صار بيها ريلاكسيشن، اوكي؟ الهايدروستاتيك دايليتيشن افضل بس نسبه العلاج مالتها اقل. الهيلر اوبريشن راح تعالج لك الاكليجيا 100% تعالج لك اياها، بس بنفس الوقت شنو تسوي؟ انت عندك العضله متقلصه قطعتها صارت ريلاكسيشن، مرات يصير ريلاكسيشن جدا قوي تتحول من اكليجيا اللي كانت هو الاكل ما ينزل، هسه لا، صار الاكل يرجع من الاستومك على الاسفاجس، صار عندك ريفلكس، صار عندك لان اللور اسفاجس سنكتر كلش خذت راحتها، صار بيها ريلاكسيشن جدا قوي، فالفود قام يرجع من الاستومك على الاسفاجس، فيعني ايضا مزعج هاي الموضوع هاي العمليه. فبالتالي انت من تحاول تعالج الاكليجيا راح تسوي عمليه مالت الاكليجيا، وبنفس الوقت لازم تسوي عمليه مال الجانس والاسفاجيا ريفلكس ديزيز اللي هو تمنع ارتجاع السوائل من المعده على الاسفاجس، تمام؟ انا اقول لك التريتمنت اوف الاكليجيا يعني تفاصيل العمليه باي محاضره من الجراحه ما مطلوبون عندكم، ما مطلوبون عندكم تعرفون انتم شلون تسوون العمليه ولا اسم العمليه والى اخره، تمام؟ الميثود اوف الاوبريشن ما حد يطلبه من عندكم، تمام؟ يقول لك alone among motility disorder أكليجيا respond well to treatment. يقول لك هي الوحيدة من motility disorder. عندك motility disorder أخرى بالأعصاب nerve، عندك central nervous abnormality peripheral nervous abnormality متأدي إلى motility disorder بالإسفاجس، هذا ما يستجيب من العلاج، هذا النيرف تدمر، هذا هو. بس الأكليجيا من motility disorder الوحيدة اللي تستجيب للعلاج، تقدر تعالجها تنحل مشكلتك، أوكي؟ The two main methods are
dilatation of the cardia عندك هاي lower esophageal sphincter تدخل انت عندك بالون توسع هاي المنطقه تمام توسعها اوكي او عن طريق الهيلر مايوتومي هاي العضله اقطعها تمام اقطع هاي المنطقه المتقلص اقطع العضله اللي بيها تمام قلنا نوسع اللور اسفيجال سفنكتر عن طريق النيموتيك ديليتيشن عن طريق دفع هواء دفعات من الهواء هذا الهواء يوسع المنطقه this involve stretching of the cardia with a balloon to disrupt the muscle and render it less competent نوسع العضلات عن طريق جزيئات من الهواء ندفع هواء بكم بهواء مضغوط يوسع المنطقه the treatment was first described by Plummer تمام يقول لك بيوير بس انت لازم تخلي بالك انه ممكن تدفع جزء الهواء بكميه كلش قويه انه ممكن تسوي بريفريشن تثقب الاسفاجس تمام وورا ما ممكن انت تعالج يعني توسع اللور اسفاجيال سفنكتر ممكن توسعها لدرجه جدا عاليه لدرجه انه يتحول من اكليشيا اللي هي اللور اسفاجيال سفنكتر كلش متقلصه تتحول الى شيء عكس الموضوع انه اللور اسفاجيال سفنكتر كلش مرتاحه تمام ريلاكسيشن جدا قوي فبالتالي السوائل راح ترجع من الاستومك باتجاه الاسفاجس اوكي هاي شوفوا هذا البالون هذا الكاثيتر داير ما يدور هاي البالون هاي البالون ننفخ عن طريق هواء ننفخ عن طريق فلويد المهم تتوسع توسع المنطقه ويسوي دايليتيشن اوكي الهيلر مايوتومي هي عباره عن كاتينج ذا ماسل اوف ذا لور اسفاجس اند الكارديا العضله هاي اللور اسفاجيال سفنكتر المتقلص قطعها تمام ذا ميجر كومبليكيشن از جاسترو اسفاجيال ريفلكس انت كانت عندك عضله كلش متقلصه اجيت انت شنو سويت بيها شلت جزء من عندها انقطعت كان الاكل ما ينزل هسه الاكل شنو صار بي تمام الاكل قام ينزل بس بنفس الوقت قام يرجع لي فوق اوكي فبالتالي ابو الاكليجيا تسوي له عمليتين تسوي له عمليه على مود تعالج الاكليجيا وتسوي له عمليه على مود تمنع ارتداد السوائل المعده تمام اند موست سيرجن يقول لك اغلب السيرجن اغلب الجراحين من يسوون العمليه مالت الاكليجيا شنو يسوون يضيفون فوقها عمليه ثانيه اللي هي العمليه البارشل انتيرير فندوبليكيشن عملية اللي هي تمنع ارتجاع السوائل مالت المعدة تمام وهكذا بالنسبة للمحاضرة إذا عندكم أي سؤال تركونا بالتعليقات وشكراً.